بقاله زمان غنوه وقولوا شهر دوله غنوه وقولوا أهلا رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي في رمضان. في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة ومصر والمصريين بخير وبسعادة، وكل الأمة العربية والإسلامية بخير، وربنا يا رب يتقبل صالح الأعمال. في البداية برحب بزميلي اللي مشرفني ومنورني النهاردة، وسعيد إن أنا موجود معاه النهاردة، زميلنا محمد سعيد. كل سنة طيب يا محمد. كل سنة وانت طيب كابتن أسامة، كل سنة وكل الشعب المصري بخير وطيب دايما يا رب بإذن الله، كل سنة والأمة الإسلامية والأمة العربية بخير، رمضان كريم على الجميع يا رب إن شاء الله. النهاردة بالتأكيد موسم جديد من برنامج الأهلي في رمضان، كالعادة دايما في قناة النادي الأهلي خلال شهر رمضان الكريم بنكون معاكم خلال هذا الشهر وعلى مدار الشهر في حلقات بيتناول فيها جميع مذيعي القناة يعني أهم الأخبار والتفاصيل والكواليس المتعلقة بالساحة الرياضية، وتحديدا خلال شهر رمضان من خلال برنامج الأهلي في رمضان كابتن أسامة. وبالتأكيد حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، خاصة بعد أحداث الأمس ونتيجة مباراة البنك الأهلي مع النادي الأهلي واللي انتهت بخسارة الأهلي 3-4. مباراة كان فيها تفاصيل كتير، حلقة فيها كلام كتير النهارده كابتن أسامة، وأكيد النهارده كمان معانا ضيوف مهمين جدا، النهارده عندنا كذا فقرة بكذا موضوع هنتكلم فيه النهارده بإذن الله. خلينا نبتدي بمباراة الأمس، وكان في حديث وجدل كبير محمد بعد ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم تحتسب. خلينا في البداية بنتكلم، ودايما احنا بنتكلم على سلبياتنا وأخطائنا في الأول. مستر كولر اتكلم امبارح بعد المؤتمر الصحفي وقال عندنا امبارح بعض السلبيات في المباراة، ما كانش مبسوط من أداء اللعيبة، اتكلم وقال إن دي ما كانتش أفضل مباراة للنادي الأهلي منذ تولي القيادة الفنية. أنا بقول الكلام ده علشان دايما الإنسان الناجح هو اللي بيشوف دايما أخطائه في البداية وبيتكلم عليها. علشان كده امبارح مستر كولر اتكلم بعد نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي على أخطاء اللاعبين، الأخطاء اللي هو وقع فيها شخصيا. علشان كده الإنسان الناجح زي ما قلت لحضراتكم بداية التصحيح وبداية النجاح وبداية المسار الصح إن الإنسان يواجه أخطائه ويتكلم عنها. ده كان من ناحية النادي الأهلي، لكن امبارح كان فيه خطأ ما ينفعش إن احنا نسكت عنه، خطأ واضح للجميع، ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح النادي الأهلي بالأمس. وزي ما احنا شايفين قدامنا اللقطة يا محمد، لقطة يعني ضربة جزاء واضحة، حسين الشحات وهو بيعدي وهو بيسدد وأيمن أشرف إيده كانت في محيط جسمه والكرة طالعة، وهنشوفها من الزاوية الخلفية وإيده بتكبر جسمه هنا في اللقطة دي. امشي معانا محمد داكوني مخرجنا هنا، بص إيد أيمن أشرف وهي بتخرج وتكبر جسمه، وركلة جزاء صحيحة مليون في المية للنادي الأهلي. لكن بعد ركلة الجزاء اللي حصلت دي حصل كواليس وحصل كلام كتير، وبدأت ناس عايزة تروح تتطرق إن الكرة أوفسايد على حسين الشحات من الأول. خلونا إحنا كمذيعين وكمحللين وكجماهير بنتفرج على الصورة دي، إحنا في الأول وفي الآخر بنتكلم عن صورة قدامنا، بنتكلم عن اللقطة، بنحللها وبنقول إيه اللي حصل. خلينا نرجع للقطة تاني علشان نشوف ونحلل ونقول، وياريت تشاركنا محمد في الحوار أكيد. ده في البداية الكرة، لا أنا عايز الكرة من بدايتها، الكرة قبل الركلة دي، الكرة من بدايتها لما راحت لحسين الشحات، كان فيه هنا اللاينز مان على الخط مظبوط، هاني خيري، هاني خيري كابتن، هاني خيري ما رفعش رايته، ما رفعش، إذن الكرة هنا ما راحش لوضعية التسلل، أو يعني كان فيها شك إنها تسلل مظبوط. الأمر الثاني كابتن محمد الحنفي، لو كان فيها تسلل مش احنا بنشوف في غرفة الفار حكم الفار بيبدأ يرسم خطوط ويوضح أكيد للناس اللعبة؟ أكيد أكيد ما حصلش الكلام ده. شوف الكابتن محمود البنا لما بدأ حسين الشحات يروح له، إيه الحوار اللي دار ما بين الكابتن محمود البنا وحسين الشحات في الملعب؟ قال له مدافع البنك الأهلي إيده في محيط جسمه ما كبرتش، فده كان التحليل تمام اللي جدا احنا بنحلل عليه واللي احنا بنتكلم عليه. تمام جدا كابتن اسامه. بص اقول لك على حاجه في البدايه عشان بس كل مشاهدي قناه الاهلي وكل جماهير الكره المصريه تتابعنا بس في التفاصيل اللي جايه دي، لان اللي جاي ده هنبني عليه حاجات كتيره ليها علاقه
باللي جاي في الدوري المصري تحديدا. اولا فكره يا كابتن اسامه ان الكوره دي تسلل، ده كلام عاري تماما من الصحه. اولا لا حكم الفار رسم خطوط تسلل، ولا الكابتن محمد الحنفي بلغ الكابتن محمود البنا ان في تسلل، ولا المساعد رفع تسلل، ولا في الفار في التوقيت ده كان في كلام اصلا على تسلل. ده بدايه، ده اول حاجه عشان بس الناس وهي بتتابع معانا كواليس هذا الموضوع. كل ما في الموضوع ان الكابتن محمد الحنفي بلغ الكابتن محمود البنا كونفيرم كمل اللعبه، مفيش اي لمسه يد. انا بقولها مفيش اي لمسه يد، ده الحوار اللي تم ما بين الكابتن محمد الحنفي والكابتن محمود البنا. اوكي، قال له مفيش لمسه يد، كونفيرم واستأنف. الكره استئنافها كان ايه يا كابتن اسامه؟ ضربه مرمى. ما هي دي بقى اللي هروح لها في اللقطه الثانيه. النهارده لو كانت زي ما الناس قالت ان الكوره كانت تسلل، كان الكابتن محمود البنا استأنف الكوره من ناحيه الركنيه تسلل حسين الشحات، ولكن الكوره تم استئنافها ركله مرمى، ركله مرمى وحارس المرمى لعبها. اذا النهارده اللعبه كانت على ضربه الجزاء، وكابتن محمد الحنفي في غرفه الفار شاف ان الكوره ما فيهاش حاجه. خلينا اقول لكم بقى الكواليس والاجتماع من مصادرنا، اخبار يعني وصلنا لها من مصادرنا. النهارده حصل اجتماع ما بين بيريرا، ما بين لجنه الحكام، ما بين الكابتن هاني خيري، ما بين الكابتن محمود البنا وكل اعضاء اللجنه. النهارده الاجتماع ده كان عبر زوم، وكان متواجد مستر بيريرا رئيس لجنه الحكام علشان يشوف الخطا فين. اولا الكابتن هاني خيري حامل الرايه قال ان كان حسين الشحات قريب مني، وانا برؤيتي شايف الكره ما فيهاش حاجه والكره مش تسلل، وصعب ان انا كمان اقدر احكم على اللعبه ان طول ما اللاعب عندي في الزاويه قريبه مني بتكون صعبه على حامل الرايه، لكن من وضعي ومن رؤيتي الكره ما فيهاش اي تسلل. راحوا للكابتن محمود البنا، كابتن محمود البنا قال الحوار اللي دار ما بيني وبين الكابتن محمد الحنفي زي ما انت بتاكد يا استاذ محمد ان ما تطرقناش لاي تسلل في اللعبه نهائيا. مظبوط. يعني الكلام اللي دار ما بين الكابتن محمد الحنفي ومحمود البنا عن التسلل مفيش خالص، لكن الحديث كان كله عن ركله جزاء، والكابتن محمد الحنفي قال الكره ما فيهاش حاجه، وانا لو شفت الكره بالوضعيه دي في ايد مدافع البنك الاهلي كنت هحسبها ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. ده اللي قاله الكابتن محمود البنا النهارده في الاجتماع اللي قاله كابتن محمود البنا. وده يؤخذ عليه كابتن اسامه يعني مع كامل احترامي وتقديري للكابتن محمود البنا، الكابتن محمود البنا المفروض يعني حكم ليه تاريخ كبير جدا في الدوري المصري، ولكن انا متابع جيد جدا لملف التحكيم تحديدا الحكام الدوليين. كابتن محمود البنا الفتره الاخيره محتاج يراجع نفسه في تفاصيل فنيه كتيره، راجع من كاس الامم عنده مشاكل فنيه كتيره، لجنه الحكام محتاجه تقعد مع الكابتن محمود البنا. الثقة الزائدة عن الحد أنا شايفها بتؤثر بشكل سلبي كتير جدا على الكابتن محمود البنا، لأن الكابتن محمود البنا في لعبة زي دي واضحة ليه مش محتاجة الفار، يعني اللعبة دي ما فيهاش تفاصيل إن الحنفي يراجعها أو ما يراجعهاش. كرة قدامنا هي بس النهارده الفار لازم يكمل، ما هو يكمل حتى لو زاوية الكابتن محمود البنا، ما هو يكمل يا كابتن أسامة، هو يكمل تسمح بالرؤية ليه. فين النهارده محمد الحنفي في الزاويه الخلفيه والزاويه الاماميه؟ على فكره انا عندي الحنفي كمان في تفصيله ثانيه هتكلم عليها في محمد الحنفي. خلي بالك النهارده في الاجتماع مصادر محمود البنا اقر وقال لو انا شفت اللعبه دي واستدعاني الكابتن محمد الحنفي فيها كنت حسبتها ركله جزاء. رجع اللعبه دي يا كابتن مصطفى. بص وضعيه الكابتن محمود البنا واقف فين، بص قريب منها ازاي، كره قدامه. طيب مش محتاجه، يعني انا شايف ان محمود البنا واخد وضعيه كويسه جدا وعدم رؤيته للعبه بالشكل ده فقدان تركيز وثقه زائده عن الحد، شايف المباراه اقل منه. خلي بالك انا ما بعفيش الكابتن محمود البنا من الخطا، هو اللي سايق وهو الحكم الساحه اكيد، وهو اللي بيقود الملعب، لازم يبقى ليه رؤيه ولازم يكون في وضعيه افضل. لكن عايز ارجع للكابتن هاني خير اللاين مان، لو سمحت يا دكروري ارجع لي باللقطه من الاول قبل اللعبه دي. حامل الرايه، لا في لقطه ماشي كمان تاني عايز اكمل هنا، اتحسبت ضربه مره واستلمت ضربه مره، لكن عايز اكمل الهجمه عشان اشوف الكابتن هاني خيري. بص هنا الكابتن محمود البنا وهو بيشرح ان ايمن اشرف ايديه في محيط جسمه، هنا بص اقف لي هنا وكمل، نشوف الكابتن هاني خيري حامل الرايه هل احتسب
تسلل زي ما البعض قال ولا لا؟ مفيش اي تسلل نهائيا. بص هنا ما رفعش حسين الساحات كمل اللعبه، استأنف ركله جزاء، والراجل هنا ما رفعش علشان الناس اللي بتقول الكره فيها تسلل والكلام اللي اتقال النهارده سعيد. لا الكلام اللي اتقال النهارده ده يعني كلام، يعني خليني بقى اتكلم بقى بكل وضوح شويه مع لجنه الحكام ومع اتحاد الكوره. انا من هنا يا كابتن اسامه بطالب لجنه الحكام على الهواء مباشره بنشر محادثه الفار اللي ما بين الكابتن محمود البنا والكابتن محمد الحنفي، ولو مش هتنشرها لكل وسائل الاعلام زي ما كان بيحصل قبل كده، ادعوا مدير الكوره في النادي الاهلي، وادعي كمان مدير الكوره في نادي البنك الاهلي، واعرض عليهم المحادثه ماذا دار في غرفه الفار ما بين محمد الحنفي ومحمود البنا. لان الكلام ده النهارده اذا الاهلي عرف بالظبط ايه اللي دار في غرفه الفار هيكون ليه رد فعل قوي جدا يا كابتن اسامه على اللي هيحصل الفتره الجايه. لان الخطا اللي حصل في مباراه الاهلي والبنك الاهلي في اللعبه دي تحديدا ان دل على شيء بيدل ان لا في لجنه حكام، لا في اتحاد كوره، لا في تدريبات عمليه. غرفه الفار بتضر بالاهواء يا جماعه. فكره ان الكابتن محمد الحنفي يقول له لا كونفيرم كمل مفيش ركله جزاء، وبعد كده اسمع ويوصل لي انه طب انت شيكت على التسلل؟ قال له لا ما شيكتش على التسلل. قال له طب بص على اللعبه تاني، شاف اللعبه قال له لا استنى ده فيها لمسه يد. قال له طب التسلل؟ قال له ما انا ما شيكتش. وكل ده واللعب استؤنف. يعني انت اصلا كمان انتوا بروتوكول الفار مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. ويطلع النهارده الكابتن محمد فاروق يقول لك اللعبه تسلل. انا بعد تصريحات الكابتن محمد فاروق على الهواء مباشره اهو من هنا من قناه النادي الاهلي بنطلب ان يكون في شفافيه، بنطلب ان لو حتى مش هتنشر المحادثه وماذا دار في غرفه الفار لكل وسائل الاعلام، اعمل دعوه لمدير الكره في النادي الاهلي ومدير الكره في البنك الاهلي زي ما بيحصل في الدوري السعودي وغير زي ما بيحصل في الدوري الانجليزي، واعرض عليهم ماذا دار في المحادثه ما بين البنا والحنفي. لان المحادثه اللي بين الاثنين في الغرفه لو اتسمع بشكل كويس والطرفين سمعوا اللي اتقال اعتقد فيها استقاله للجنه الحكام وهيبقى فيها رد فعل قوي جدا لاتحاد الكره يا كابتن اسامه. كلاتنبرج مش كان بيعمل كده؟ كان بيعمل كل الحالات الجدليه في الدوري الممتاز كان بيتم نقل الصوت على الهواء في موقع اتحاد المصري لكره القدم، الحوار اللي بيدور ما بين حكم الفار وحكم الساحه كلاتنبرج، وكان هو بيعلق علشان النهارده الامور تبقى كاشفه، كل حكم يتحمل مسؤوليته. دي كانت خطوه ايام كلاتنبرج. نتمنى زي ما زميلي محمد سعيد اشوف الخطوه دي في الحاله دي. الخطوه دي مهمه جدا. ده هياخدني لامر تاني، انا مش عايز اشكك في النوايا، ولكن النهارده واحد زي الكابتن محمد الحنفي يعني لم يوفق في اختبار اللياقه البدنيه في الحكام. صحيح. تم استبعاده الفتره السابقه من التحكيم. جابوه حكم فار. هل ممكن يكون في نيه سيئه ومبيته للاطاحه ببريره؟ ده ممكن امور يعني تخلينا نفتح مجال للشك، ولكن النهارده خلينا نروح بقى لبريره نفسه ولجنه الحكام والاتحاد المصري لكره القدم. لازم يتم اذاعه الحوار اللي دار ما بين الكابتن محمود البنا ومحمد الحنفي. خلي بالكوا احنا هنا احنا يعني ما بننتقدش الحكام، احنا اول ناس مساندين الحكام، اول ناس اشدنا بالحكام في كاس الامم الافريقيه. دايما النادي الاهلي بيعلي من قيمه وشان الحكم المصري، لكن النهارده لازم نقف عند اخطاء التحكيم المصري. هنصلح ازاي؟ ازاي النهارده لما شفنا سنتين دوري كان فيها اخطاء فجه، كان فيها اخطاء مبيته، كان فيها نوايا غير سليمه، مش هنسمح بالامر ده كابتن، مش هنسمح ان احنا نرجع للامر ده من بعد برضو الكواليس اللي دارت او كان عايز يعني يسوق ليها البعض ان الفار كان معطل في اللقطه دي. لا ده غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره، غير صحيح. الفار كان شغال بنسبه 100%، واكبر دليل على كده لو الفار معطل لازم حكم المباراه يستدعي كابتن الاهلي وكابتن البنك الاهلي ويقول له الفار معطل اثناء المباراه. اكبر دليل ان الفار ما كانش معطل بعد لعبه حسين الشحات بالظبط باربع دقائق. كان في هدف تعادل لفريق البنك الاهلي والفار هنا تدخل ورسم خطوط التسلل، فده اكبر دليل ان الفار لم يعطل، وبالتالي مفيش اي كلام صحيح بخصوص ان الفار كان معطل. الفار كان بيعمل طوال المباراه، ولكن في اللعبه دي تحديدا حصل تشكيك على حاجه واحده بس، الحنفي راجع في لمسه يد ولا مفيش لمسه يد، فشاف ان مفيش لمسه يد، ودي في حد ذاتها كوميديا. يعني الكابتن محمد الحنفي ما يزعلش مني، دي كوميديا، لان بعدها لما اتقال له طب انت شيكت على لمسه اليد بشكل كويس،
فهو اثناء المباراه وهي بتتلعب شيكوا على اللعبه وشيكوا على التسلل، لما اتقال له طب انت شيكت على التسلل قال له ما شيكتش، وكل ده والماتش شغال. ده اسمه تهريج، ده اسمه تهريج. وفكره ان لجنه الحكام ما تعملش تدريبات عمليه للحكام على الحاجات اللي زي دي، ده اسمه هزار. وفكره ان الحكام الدوليين اللي راجعين من كاس الامم في منهم 2-3 قاعدين في البيت بقالهم اكتر من شهر ونص، ده مش اسمه هزار، ده اسمه ان في اتحاد الكره في غيبوبه ما يعرفش اللي بيحصل. يا كابتن اسامه، في 4 من الحكام الدوليين البروفيشنال والاليت اي والاليت بي قاعدين في البيت من بعد ما رجعوا من كوت ديفوار، ما خدوش مباراه واحده. لا، التعيينات مين المسؤول عنها؟ الاختيارات مين المسؤول عنها؟ المشكله اللي ما بين بيريرا ومحمد الحنفي اللي اتعملت في نادي النصر، مين المسؤول عن تعيين الحنفي في التوقيت ده؟ طيب، في المباراه دي هل في تكسير عظام داخل اللجنه مع مجلس اداره اتحاد الكوره؟ هل في مشكله ما بين اعضاء اللجنه مع اعضاء اتحاد الكوره بعد سفريه السعوديه ما حدش سافر؟ طيب اكيد. خلينا عشان محتاجين نطلع فاصل، من ضمن الكواليس بكره هيكون في اجتماع مهم بيريرا مع لجنه الحكام، وانا بقول لحضراتكم هتكون في بكره بعض القرارات المهمه جدا. نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل زميلتنا مريم سميح عشان نعرف منها اخر الاخبار. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بزميلتنا مريم سميح علشان نعرف منها اخر الاخبار النهارده. منوره يا مريم. ده نورك والله يا كابتن اسامه، برحب بيك طبعا، برحب بيك يا محمد، بقول لكم كل سنه وانتم بالف خير وكل جمهورنا بالف خير، ورمضان دايما كريم علينا. الله اكبر. وانت طيب يا مريم. هي عندنا النهارده اخبار كتير قوي يا محمد، عندنا اخبار كتيره يا كابتن اسامه بتتعلق سواء طبعا بالنادي الاهلي ومواجهاته المقبله وايضا المران النهارده، وعندنا كمان اخبار بتتعلق بالمنتخب. الحقيقه عندنا النهارده وجبه متنوعه ودسمه تتناسب مع شهر رمضان الكريم. الحقيقه خلينا نبدا باخبارنا مع النادي الاهلي. واصل الفريق الاول لكره القدم تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره، وذلك في غياب 14 لاعب لانضمام 10 لاعبين للمنتخب الاول وثلاث لاعبين للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى انضمام علي معلول لمنتخب تونس. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ثم يحصل على راحة لمدة أسبوع طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. وكانت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي حامل اللقب في مواجهة سيمبا التنزاني. طبعا زي ما احنا بدأنا الحلقة النهاردة كنا بنتكلم على المران، يمكن المران النهاردة وهيستؤنف بكرة كمان. الحقيقة هيكون معنا أكيد زميلنا كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطلعنا أكتر على تفاصيل المران، ولكن خليني يعني أتوقف معاك يا كابتن أسامة ومعاك يا محمد عن مواجهة سيمبا التنزاني. الحقيقة بعد الكرة عايزة أعرف منكم شايفين إزاي المواجهة دي؟ مواجهة صعبة جدا كابتن أسامة، مواجهة متكررة. سيمبا من الفرق اللي بتلعب الأهلي كتير في الفترة الأخيرة سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإفريقي، ويمكن في نقطة بس ممكن تكون سلبية، ما بنحققش نتائج إيجابية هناك، ما بنرجعش كسبانين، لكن أعتقد المباراة اللي جاية ممكن يكون في دافع إن احنا نغير الصورة اللي تمت في الفترات الأخيرة. المباراة في شهر رمضان اكيد في تفاصيل بقى متعلقه بالمواعيد خلال الساعات الجاريه او لسه النهاردة. هنقول بقى أكيد. ايه الخبر ده في الخبر اللي جاي، لكن عايز اكد على كلام محمد ان الكره في تنزانيا دلوقتي تطورت بشكل كبير. لما بنتكلم فريقين سيمبا ويانج افريكانز الاثنين موجودين في دوري الابطال، اذا النهارده في تطور كبير وطفره كبيره في الكره الافريقيه. سيمبا يعتبر هو النادي الشعبي هناك في تنزانيا، مبارياته مع النادي الاهلي وشفناه في الدوري الافريقي شفنا حضور جماهيري كبير جدا. مظبوط. والدليل على كده كمان النتيجه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، ولما مباراه العوده في القاهره انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. فالمواجهه هتكون صعبه في حضور الجماهير. ايضا كمان شوف القياده الفنيه لفريق سيمبا في الوقت الحالي، عبد الحق بن شيخه. صحيح. ده المدرب جزائري صاحب خبرات كبيره، مرن اتحاد العاصمه الجزائري اللي قدر يحصل على السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. فالمواجهه داخل الخطوط وخارج الخطوط اكيد هتكون صعبه. اكيد اكيد. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق. السلام اهو. طبعا. يعني عاصمه تنزانيا من المدن الجميله جدا على فكره، تنزانيا تحديدا من الدول السياحيه في الفتره الاخيره. اتفضلي يا مريم. طيب نكمل اخبارنا. وحدد مسؤول نادي سيمبا التنزاني موعد مباراه الاهلي في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، واعلن احمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا ان مباراه الذهاب امام الاهلي ستكون يوم الجمعه 29 من مارس الجاري، واضاف التوقيت لم يحدد بعد ولكننا سنراعي ان المباراه ستكون في شهر رمضان المبارك لان هناك عددا كبيرا من اللاعبين لدينا يصومون، ايضا هناك مناقشه في الوقت الحالي حول التوقيت ولكن لم يتخذ القرار حتى الآن.
لازم بقى نقف هنا واسالك يا محمد، انا عارفه ان انت عندك تفاصيل من الكاف حوالين الموعد اللي يعني النهائي لهذه المباراه. اكيد يعني انت بتنفرد بقى دايما بهذه التوقيتات، فاكيد كل جمهور النادي الاهلي هيكون محتاج ان هو يعرف اكيد من شاشه قناه النادي الاهلي ومنك تحديدا من الكاف حول موعد هذه المباراه. طيب كابتن اسامه، بص مبدئيا كده عشان نطمن كل جماهير النادي الاهلي بمناسبه ان مريم فتحت الموضوع النهارده بدري شويه. بصوا يا جماعه، صن داونز هيلعب مع يانج افريكانز في تنزانيا يوم السبت، والاهلي هيلعب مع سيمبا في تنزانيا يوم الجمعه. دي خلاص مواعيد رسميه وتاكدت بشكل نهائي ان الاهلي مع سيمبا الجمعه وصن داونز مع يانج افريكانز على نفس الملعب في دار السلام يوم السبت. ولكن بالنسبه للموعد، قبل بدايه الحلقه بدقائق قليله جدا عملت كذا اتصال وتاكدت ان خلاص خلال ساعات هيتم تاكيد اقامه اللقاء في الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله، وده شيء جيد جدا طبعًا. أكيد. وعلى فكرة هو مش تحديد الميعاد من فريق سيمبا، في توجه من الاتحاد الإفريقي ابتداء من هذا العام إن أي مباراة بتتلعب خلال شهر رمضان الكريم وفي فترة الصيام هتتلعب مساء طالما الملعب فيه أضواء كاشفة. لذلك حتى في اليوم التالي ماتش يانج أفريكانز مع سان داونز هيتلعب الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. خلينا نشيد بالاتحاد الأفريقي لو الخطوة دي تمت، لأسباب، أولا أسباب تسويقية، تاني حاجة لما بتتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأقوى في قارة أفريقيا. فالنهاردة الأجواء المناخية لما بتقام لأي مباراة في ظروف جيدة، عارفين طبعا إحنا ظروف أفريقيا الرطوبة والحر اللعيبة بتواجه صعوبات، لكن الاتحاد الأفريقي لو تدخل وبقت المباريات الساعة 9:00 مساء بالليل هتبقى شيء جيد للعيبة للأجهزة الفنية، نقدر نشوف مباريات كرة قدم حقيقية تعبر فعلا عن قارة أفريقيا. سبق صحفي اهو. شفت انا سالتك على فكره، كنت شاهده على الاتصال ده، انت كنت بتعمل الاتصال ده واحنا موجودين بره قبل ما ندخل البرنامج. فالحقيقه يعني سبقه اكيد كان خبر بيهم كل جماهير النادي الاهلي. خلينا نستكمل اخبارنا. اكد محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام ان حسين الشحات لاعب الاهلي كان في موقف تسلل قبل لعبه الكره التي اصطدمت بيد مدافع البنك الاهلي، وبالتالي فليس هناك احقيه للاهلي في الحصول على ضربه جزاء. الحقيقه انتوا استفدتوا في الحديث ده في بدايه البرنامج، ولكن اكيد كلنا يعني بنشهد ان الاهلي يعني ظلم بين في هذه اللعبه. لو عايزين نرجع ناكد على كلام الكابتن محمد فاروق، لازم يعرض لنا اللقطه، لازم يعرض لنا المحادثه اللي حدثت ما بين حكم الساحه الكابتن محمود البنا والكابتن محمد الحنفي علشان نقدر نقر مين الصح ومين الخطا. لكن حسب معلوماتنا هنؤكد وهنقول تاني، اللقطه حكم الفار مع حكم الساحه لم يتطرقا لأي تسلل في المباراة، والدليل على كده كرة اتلعبت ركلة مرمى، تطرقوا لركلة جزاء. الحنفي قال ما فيهاش حاجة، والبنا النهارده في الاجتماع اللي بقول لحضراتكم دي من الكواليس اللي احنا توصلنا ليها ومن مصادرنا، النهارده حصل اجتماع بنأكد الكلام ده تاني لحضراتكم عشان الناس اللي ما تابعتناش من أول حلقة، النهارده حصل اجتماع والكابتن محمود البنا أقر بالكلام ده وقال احنا مفيش اي حديث حصل في المباراه عن تسلل. كل اللي حصل الكابتن حنفي قال كره ما فيهاش اي حاجه، لكن انا لو استدعاني وشفت المنظر ده واللقطه دي كنت حسبتها ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. امال هنا في سؤال، الكابتن محمد فاروق جاب كلمه التسلل منين؟ يعني هو شاف، هو دخل غرفه الفار الشماعه دي شماعه بعد المباراه انتهت امبارح، بدانا نشوف لقطات وان كره تسلل وبدات الناس اصل الفار معطل، فانت النهارده بتبدا تحط الشماعه عشان تدافع عن الحكام. افضل دفاع عن الحكام انك تواجه الحكم بخطاه علشان ما يقعش فيه تاني. واضح ان المجاملات كتير الفتره الاخيره في لجنه الحكام، وعلى فكره لو بصينا على ملف التعيينات يا مريم هنعرف ان التعيينات بالامور الفنيه بمتابعه نائب رئيس اللجنه والمشكله بين اعضاء اللجنه هي اللي في الاخر بتقودنا لهذا المنظر وهذا المشهد، ان في مشاكل كتيره جدا، واللعبه دي اعتقد هتكون يعني محوريه في الاستمرار في الدوري العام بالشكل ده. احنا دايما بنتكلم الى متى هذه الازمه، فكره لجنه الحكام وازمتها، احنا دايما بنتكلم فيها مرارا وتكرارا ومفيش حلول، دايما بنضع قدامنا الحلول وبنتكلم في المشاكل اللي المفروض ان احنا نواجهها ودايما ما بيكونش في حلول، فاكيد لازم يبقى في وقفه خلال فترات المباراه. اتحاد الكره في غيبوبه بصراحه، بتكلم بكل امانه، لجنه الحكام بتعمل في مجال منفصل عن الاتحاد. مباراة نهائي كأس مصر على فكرة يا جماعة هتبقى هي السبب الرئيسي في أزمات كتيرة هتحصل ما بين اللجنة واتحاد الكرة الفترة اللي جاية. محدش من اللجنة سافر المباراة ولا همش علاقة بطاقم التحكيم، في أزمة بتتصدر من اللجنة مع اتحاد الكرة، والبداية ظهرت في مباراة الأهلي، التعيينة نفسها غلط،
في مجاملات في تعيينات حكام، في حكام رجعت من كاس الامم خدت 3 4 ماتشات، في حكام ما نزلتش من البيت. فلا اتمنى ما يكونش في مؤامره على بريرا. خلينا ننتظر اجتماع اللجنه. اتمنى ما يكونش في مؤامره للاطاحه ببريرا لبعض الحكام اللي بتسقط او لم توفق في الاختبارات البدنيه او يتم استبعادها، بتكون بتعمل مؤامره للاطاحه ببريرا عشان قدوم احد الحكام المصريين لاداره لجنه الحكام مره اخرى. نتمنى ما يكونش الامر ده موجود، ان احنا الفتره اللي فاتت اشدنا بالتحكيم المصري وقلنا في بارقه امل، واشدنا بعد اخفاق منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه قلنا عندنا تحكيم مصري جيد، عندنا حكام، وبدانا نقول الايجابيات، مش عايزين نرجع لورا تاني، ومش هنسمح لاي حد يرجع التحكيم المصري خطوات اخرى للخلف. خلينا ننتظر الاجتماع، واكيد يعني المفروض نامل انه يكون في عدد كبير من العقوبات نظرا للي حدث في مباراه الامس ومباراه النادي الاهلي. خلينا نستكمل اخبارنا. طمانت الدكتوره غاده ندى وكيل وزاره الصحه بالاسكندريه والده اللاعب احمد رفعت، مؤكده لها اهتمام وزاره الصحه بتقديم كل صور الدعم والرعايه المطلوبه للاعب حتى الاطمئنان التام على صحته. وذكرت صحه الاسكندريه في بيان ان الدكتوره غاده ندى تفقدت اليوم الحاله الصحيه للاعب احمد رفعت لاعب كره القدم بنادي فيوتشر، والذي تعرض لازمه صحيه وتوقف عضله القلب اثناء مباراه فريقه مع نادي الاتحاد السكندري، مما ادى لدخوله العنايه المركزه باحد المستشفيات الخاصه بالاسكندريه. وكشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر تفاصيل حاله احمد رفعت لاعب الفريق خلال الساعات الاخيره، وقال عرابي في تصريحات ان حاله احمد رفعت في تحسن ودخلت للاطمئنان عليه، بدا يحرك اطرافه واطمئن على الاجهزه الحيويه، الامور ليست سهله لكنه يتحسن وبحاجه للدعاء، انا معه بالمستشفى حتى الاطمئنان عليه تماما. واضاف هيثم لن نغامر بنقل احمد رفعت لمستشفى اخر، خاصه ان كل الامكانيات متوفره بالمستشفى الحاليه وتم استقدام اطباء من خارج المستشفى ايضا. الحقيقه بنتمنى كل الشفاء للاعبنا طبعا، ويعني زي ما احنا شفنا يا كابتن اسامه، زي ما احنا شفنا محمد، الحقيقه التفاف كل الجماهير في هذه الازمه تحديدا، مفيش نادي اهلي مفيش نادي زمالك، شفنا في المستشفى الحقيقه التفاف كبير جدا حول اللاعب ونتمنى له كل السلامه والشفاء. ايضا شفنا النادي الاهلي موقفه طبعا اللي مش جديد على كل اللاعبين، اصدر بيان بيتمنى له كل الشفاء. اكيد احنا بنضم صوتنا لصوت النادي الاهلي وكل الجماهير ولكل اللعيبه، زي ما احنا شفنا دايما بنتنافس في ارض الملعب، ولكن دايما في اوقات الشده بنشوف التفاف قوي جدا، وتحديدا على راس هذا التفاف بيكون النادي الاهلي. هي اللقطه كانت صعبه، كل الناس اللي تابعت المباراه اكيد كانت لقطه صعبه، لحظه صوت احمد رفعت على الارض، حتى الحاله في الساعه ونص او الساعتين الاولى كانت الامور غير مستقره، لكن الحمد لله دلوقتي يعني كل المسؤولين في مودرن فيوتشر بيطمنونا، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء، وربنا يطمنا عليه، وكمان عشان اسرته وعشان اهله علشان محبيه عشان جماهيره، وده مش غريب على النادي الاهلي لما ينزل على صفحته الرسميه يعني بيتمنى السلامه وشفاء لاحمد رفعت. وبالمناسبه احمد رفعت واحد من اللاعبين اللي ابتدى حياته الكرويه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني احمد رفعت يعتبر واحد من لاعبي النادي الاهلي، كان في مدرسه الكوره وكان في قطاع الناشئين، وبعد كده انتقل وراح لانبي، لكن يعني ربنا يقومه منها بالسلامه ويطمن اهله واسرته عليه باذن الله. باذن الله ان شاء الله نطمئن عليه خلال الفتره المقبله ويقوم بالف سلامه، ويستكمل طبعا كابتن احمد رفعت مسيرته الكرويه الناجحه خلال الفتره المقبله. انطلق اليوم الاربعاء معسكر منتخب مصر بقياده حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير الكره والمقام باحد فنادق القاهره في اطار الاستعداد للاستحقاقات المقبله للفراعنه. وبدا المنتخب تدريبه في 9:30 مساء على استاد القاهره الدولي. واستكمالا لاخبار المنتخب، عقد الجهاز الفني المنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب اجتماع مع اللاعبين في حضور جمال علام رئيس مجلس اداره اتحاد الكره على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهره. وجه جمال علام في بداية حديثه التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة، وأنه يثق في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق أمال وطموحات المصريين في البطولات والاستحقاقات المقبلة وبناء فريق قوي، وأن اتحاد الكرة سيعمل جاهدا على توفير جميع متطلبات المنتخب.
كما رحب بحسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين، والتأكيد على أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليا في المحافل الدولية، وأن باب المنتخب مفتوح للجميع، ومن يبذل قصارى جهده وضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة. وتواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة بدلا من الإمارات كما كان مقررا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة. وتبعا للاتفاق تقام البطولة في الفترة ما بين 18 وحتى 26 من شهر مارس الجاري وفقا للشكل المحدد مسبقا، حيث واجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخب تونس وكرواتيا في نصف النهائي على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 من مارس الجاري، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 من مارس الجاري. وأكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حضور منتخبه بكامل نجومه، وفي مقدمتهم لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني في البطولة الودية للمنتخبات والتي تقام في القاهرة خلال شهر مارس الجاري. وتقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة ما بين 22 وحتى 26 من مارس الجاري، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية. خلينا قبل ما نختم فقرتنا النهاردة كابتن أسامة ومحمد، ملف مهم جدا الحقيقة، قيادة منتخب مصر كابتن حسام حسن كابتن إبراهيم حسن. لو هنتكلم الحقيقة أنا شايفة أن هي فرصة ذهبية للجهاز الفني الجديد أن هو يثبت نفسه، خاصة بعد نقل البطولة الودية من الإمارات للقاهرة، خاصة أن احنا عارفين يعني جماهير المصرية كانت بتطالب مرارا وتكرارا خلال الفترات الماضية بجهاز فني وطني، وعلى رأسهم دايما كان بيتكرر اسم كابتن إبراهيم حسن وحسام حسن، وده اللي حصل فعلا وتحقق. فأكيد أنا شايفة أن دي فرصة كبيرة جدا وذهبية للجهاز الفني الجديد أن هو يثبت نفسه وسط الحقيقة التفاف كبير جدا من جماهير المصرية اللي هتكون أكيد في ظهر المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هي يعني دورة الحقيقة زي ما بنقول كده أن هي جاءت في توقيت مهم جدا للمنتخب، وكمان فكرة انتقالها من الإمارات لمصر أكيد فرصة كبيرة جدا للمنتخب المصري وللجهاز الفني الجديد. أكيد أكيد انتقال البطولة لمصر ده شيء إيجابي للجهاز الفني وللمنظومة كلها يا كابتن أسامة، لأن بصراحة أنا عايز أستغل الفرصة ونوجه رساله للاستاذ جمال علام، بما ان الدوره خلاص اصبحت في مصر في الفتره في خلال الاجنده الدوليه من 18 ل 26، وكلنا شايفين ان مقبلين على مباريات دوري ابطال افريقيا، والمنتخب عنده مرحله مهمه جدا من الاعداد، وبما ان البطوله هتتنظم في مصر فليه لا نطرح على الاتحاد وعلى الجهاز الفني ان البطوله حتى لو كان ميعادها لو كانت في الامارات من 22 ل 26 ممكن نغير الميعاد وتبقى في الفتره مثلا 20-21 لقاء الذهاب ولقاء العوده مثلا 24-25، وبالتالي ده هيدي مساحه اكتر للاهلي انه يقدر يحضر لمباراه سيمبا، هيدي مساحه اكتر للجهاز الفني للمنتخب انه يبقى عارف مبارياته في مصر هتتنظم في الساعه كام، توقيت امتى البطوله في مصر، فكل شيء هيبقى في ايدينا اكيد يا كابتن اسامه. ده اللي بتمناه ان يكون في تعاون ما بين منتخب مصر اولا والاهلي. احنا بنشوف الفتره دي النادي الاهلي يعني 10 لاعبين من النادي الاهلي بيروحوا منتخب مصر، النادي الاهلي بيستغني عن 10 لاعبين، واللعيبه بتروح قبل الاجنده الدوليه ما يقرب من 8 ايام بيسيب لعيبته لمنتخب مصر. خلي بالكم الالتفاف الفتره دي كله حوالين منتخب مصر، الكل يتمنى أكيد. كابتن حسام الكابتن ابراهيم التوفيق، وعايزين نشوف منتخب مصر يعني يلم الجميع زي ما شفناه في 2006 و2008 و2010. مواقف النادي الاهلي مع منتخب مصر، واحنا هنا دايما في قناه الاهلي بنقول ان منتخب مصر فوق الجميع، شفناه قبل كده مش كلام، احنا شفناه قبل كده لما مصلحه النادي الاهلي جت مع منتخب مصر، النادي الاهلي قال منتخب مصر ليه الاولويه. لما حصل كاس الامم الافريقيه النادي الاهلي استغنى عن لاعبيه، وكان عندك كاس العالم للانديه بطوله مهمه كان بيعد ليها النادي الاهلي في الامارات وكان عامل سكواد قوي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانت متواجده في المنتخب في الحدث الاهم هو كاس الامم الافريقيه. فاذا النهارده شوفوا التعاون الكبير ما بين الاهلي وتضحيات النادي الاهلي مع منتخب مصر. علشان كده انا بقول الكلام ده ليه؟ النهارده عندنا مباراه مهمه للنادي الاهلي يوم 29
في تنزانيا امام سيمبا زي ما احنا قلنا في الاخبار من شويه. البطوله تم نقلها الى مصر، ودي خطوه جيده، خطوه جيده عشان يكون في التفاف جماهيري. اول بطوله للكابتن حسام والكابتن ابراهيم، نتمنى ليهم التوفيق. لكن النهارده اصبحت الامور في ايد المسؤولين هنا في مصر في تنظيم البطوله. ممكن نقدر نبدر النهائي بتاع البطوله لو ربنا كرمنا وقدرنا نلعب الفاينل فيها يومين او ثلاثه، بحيث ان منتخب مصر يخلص مهمته، لاعبي النادي الاهلي يقدروا يسافروا تنزانيا سفريه بعيده وسفريه طويله، يكونوا مستعدين بشكل كويس، ان هي دي مباراه مهمه. وخلي بالكم المباراه الاولى خارج مصر هتكون هي دي المباراه المهمه للنادي الاهلي، قبل المباراه اللي هتكون مباراه العوده على ملعبنا وسط جماهيرنا. علشان كده اتمنى من الاتحاد المصري لكره القدم، اتمنى من الجهاز الفني، اتمنى من الاستاذ جمال علام، زي ما في تعاون كبير دائما وابدا بين الاهلي ومنتخب مصر، اتمنى نشوفه الفتره اللي جايه تاني. نادي الاهلي 10 لاعبين مهمين منه موجودين في منتخب مصر، اللعيبه بتروح قبل الاجنده الدوليه بثمان ايام. النادي الاهلي النهارده متعاون تعاون كبير مع منتخب مصر، وبتمنى له التوفيق. لكن النهارده اتمنى يكون في تعاون منتخب مصر، علشان ايضا مباراه مهمه للنادي الاهلي، سفريه صعبه، مباراه صعبه امام سيمبا التنزاني، يكون في تعاون. الامور كلها في ايد المنظمين، البطوله اتنقلت من الامارات لمصر. اتمنى يكون ان شاء الله المباراه النهائيه، او حتى لو لعبنا على الثالث والرابع، تكون قبل 26 بيومين ثلاثه، ويقدر ويقدر النادي الاهلي يسافر، يبقى عنده الاريحيه ويعد للمباراه بتاعته بشكل افضل. خاصه خلاص بعد ما تحدد، انا بقول لكم رسميا ماتش الاهلي وسيمبا الجمعه 29 مارس الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، فالمواعيد اصبحت رسميه، حتى لو الاتحاد لسه هيخطر بيها خلال 48 نهائيه. رسميه ونهائيه. فاحنا بنقول لكم من دلوقتي يا جماعه 29 الساعه 9 بالليل، فلو الدوره الوديه بدل ما تبقى الختام 26 بقت 25 24 اكيد هيكون افضل، وهيبقى المصلحه العامه للجميع، يعني ده اكيد هيبقى افضل بكتير يا كابتن اسامه. طبعا لو المباراه النهائيه اتلعبت 24 او 25 حتى، ولاعيبي النادي الاهلي سافروا 26، كويس جدا، اكيد قبلها بثلاث اربع ايام تقدر تعد أكيد. وتسافر، وكمان انت كمان جاي من فتره عدد كبير، سواء في المنتخب الاول 14 يوم اللعيبه مش معاك، او في المنتخب الاولمبي. مريم احنا بنشكرك، فقره اخبار زي ما قلت، او عندنا حل تاني برضه. اتفضل. عندنا حل تاني، ممكن المباراه الاولى لعيبه النادي الاهلي متواجده في المباراه، المباراه الثانيه ممكن الكابتن حسام يجرب بعض لاعبي المنتخب، انك انت عندك فتره لسه بتكتشف اللعيبه اللي عندك، هيكون عندك عدد كبير من لاعبي منتخب مصر. حل كويس. ده حل تاني برضه، احنا بنطرح الحلول على الهوا، علشان يبقى في تعاون ما بين الجهاز الفني واتحاد الكوره وما بين النادي الاهلي. اكيد. الحل الاول ان احنا بنقول نبدر المباراه يومين ثلاثه بدري، او الحل الثاني ان لاعبي النادي الاهلي يلعبوا المباراه الاولى ويسمح ليهم بالذهاب للنادي الاهلي، وعندك عدد وافر من اللاعبين ممكن يلعبوا المباراه الثانيه. مريم كانت فقرة إخبارية متنوعة زي ما قلت، فقرة دسمة خلال شهر رمضان، بس وانت معانا خليكي، لان احنا رايحين دلوقتي وهنطير الى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع الزميل العزيز كريم احمد اللي هو متواجد معانا حاليا من مقر النادي الاهلي في الجزيرة كابتن اسامة، وبالقرب من ملعب التتش عشان نعرف منه للفترة اللي جاية. اكيد في راحة سلبية، مفيش مباريات رسمية، كولر هيتعامل ازاي الفترة اللي جاية؟ كريم مساء الفل عليك. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، والتحية موصولة أيضا لكابتني الكابتن أسامة حسني، وزميلتي العزيزة طبعا مريم سميح. يعني زي ما أنت قلت يا محمد في البداية، بنقول هارد لك أكيد للنادي الأهلي لمباراة الأمس، لكن يعني بلغة الكرة توقيت جيد إن أنت تراجع حساباتك في مباراة في بطولة الدوري العام، تبدأ خلاص المرحلة القادمة يكون في توقف دولي، فإن شاء الله بإذن الله يعني مجهود كبير إن شاء الله منتظرينه من كولر ومن لعيبة النادي الأهلي لتصحيح الأخطاء بشكل كبير. لكن الأمور بالنسبة لنا صعبة، لأن أنت عندك عدد كبير يا محمد يا كابتن أسامة للمنتخب 10 لاعبين، وأيضا كمان لاعبي المنتخب الأولمبي. النهاردة يمكن شكل التدريب يعني 7-8 لعيبة اللي متواجدين فقط، لغير كل اللعيبة طبعا اللي ذهبت للمنتخب خلاص انضمت. يمكن مودس النهارده يمكن ادى للريكفري العادي طبعا النهارده بعد المباراه والشغل المعتاد، لكن الجرعه التدريبيه كالعاده كامله لكل المجموعه اللي طبعا ما شاركتش وكانت خارج القائمه، كل دي النهارده يمكن مستر كولر اجتمع بيهم في البدايه. امور طبعا عديده جدا اتكلم معاهم في اهميه المرحله القادمه عندنا، يعني غدا وبعد غد يا محمد يا كابتن اسامه يكون تدريبات مستمره بعد الفطار 9:30، لكن من يوم السبت ان شاء الله باذن الله يكون الراحه المعتاده او الراحه اللي اكد عليها كابتن خالد بيبو مدير الكره، من 4 لـ 5 لـ 6 ايام، ممكن تمتد الاسبوع لكن بدايتها تكون 4 ايام، هي مرحله هتكون لالتقاط الانفاس بشكل كبير جدا
بالنادي الاهلي، وعندنا امل كبير ان شاء الله باذن الله في كل نجومنا اللي موجوده في منتخبنا الوطني باذن الله، وبنتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني. لكن زي ما بقول لك النهارده التدريب ما كانش فيه جرعه تدريبيه قويه او فيها تكتيك على قد ما هي كانت امور كلها فيها مربعات بالكره وامور عديده جدا، لكن بننتظر بقى يعني الدعم بالنسبه للافراد، بالنسبه طبعا عدد من الناشئين ممكن يكون متواجد تدريبتين طبعا غدا وبعد غد، لكن الامور بالنسبه لعيبه النادي الاهلي خلاص هو استيعاب الامر ودرس خلاص لابد ان احنا نتعلم منه، وده يمكن قال عليه مستر كولر اعترافه في المؤتمر الصحفي بامور عديده جدا تكتيكيه. كل الامور دي الحقيقه بتكون مهمه جدا للاعبين عشان بعد الايام القادمه والمباريات القادمه، مش عايزين الامور دي يا محمد يا كابتن اسامه كانت تحدث في مباراه في افريقيا او مباراه سيمبا تحديدا، كويس ان هي جت في هذا الامر، لكن ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي كعادته طبعا في التركيز الكبير اللي منتظرينه منه، لان هو الحلم الكبير هي البطوله الافريقيه. بعد الراحه في تحدي كبير، في مباريات عديده، في تلاحم كبير جدا للمباريات، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كالعاده في كل لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. كريم احنا بنشكرك بالتاكيد على هذه المتابعه وهذه التغطيه الخاصه جدا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، تغطيه مهمه جدا، فقره اخباريه وحواريه، لكن دلوقتي مهم جدا نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل معانا نجم كبير ليه تاريخ كبير وطويل وعريض واحد القامات المهمه في خط دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن ماهر همام، معانا بعد الفاصل في برنامج الاهلي في رمضان. بالتأكيد معنا نجم كبير وأحد نجوم النادي الأهلي، قامة كبيرة في خط دفاع النادي الأهلي كابتن أسامة، هو على مدار مشواره ما خدش إلا إنذار واحد، شوف مفيش ولا إنذار، قصدي ولا إنذار، وبالرغم إنه مدافع يعني شوف إلا إذا أنت عايز تديني إنذار خالص. معنا بالتأكيد الكابتن ماهر همام نجم خط دفاع النادي الأهلي وأحد كباتن النادي الأهلي. كابتن ماهر بنرحب بيك في البداية. حبيبي كل سنه الله يسلمك طيب. كل سنه حضرتك طيب، وحشنا والله. انت طبعا والنجم الكبير اسامه حسني هداف النادي الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك بالذات. اكيد انا ليا الشرف النهارده انا موجود مع هداف ومع مدافع يعني صخره الدفاع في التمرينات والسبعينات، يعني كابتن ماهر همام ده يا جماعه تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. منور الدنيا كابتن ماهر، وكل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين، والساده المشاهدين طبعا الاهلاويه في كل مكان بنرحب بيهم طبعا، ونقول كل سنه طيبين الشهر المفترج الكريم شهر رمضان، يعني ربنا يكرمنا كده بيه يا رب ان شاء الله بالصحه والعافيه باذن الله. امين. كابتن ماهر خلينا نرجع لورا شويه، ماتش الزمالك الاهلي حصل على بطوله كاس مصر امام فريق كبير، ودائما يعني مباريات الاهلي والزمالك وكمان نهائي كاس تبقى مباريات ذو طابع خاص. بعدها مباراه في الدوري اللعيبه كانت منتشيه شويه، امبارح خساره للنادي الاهلي على غير المتوقع، مش هقول طبيعيه، لكن يعني بعد المباراه كبيره وبعد بطوله كاس اللعيبه كانت منتشيه شويه، ممكن يعني الافراح يعني بتزيد شويه عن الطبيعي في المباراه اللي زي دي. ودي حقيقه سما، احنا جربنا كلنا المواقف اللي مروا بيها لعبتنا في مباراه الاخيره ديت مع البنك الاهلي. يعني انا بتكلم على الجيل ده، ان الجيل ده رحاله يعني عيني من افريقيا لاسيا لدوري عام لكاس مصر ما بيلحقوش يفرحوا. انت النهارده بطوله بتاخدها من يعني من المنافس التقليدي نادي الزمالك، وطبعا شفنا اداء بدا في الشوط الثاني يتغير بشكل كبير جدا لما مستر كولر بدا يغير وبدات الناس ترجع لاماكنها، وبدا تفوق النادي الاهلي في مباراه كاس مصر 2023، واللي طبعا اليوم التاريخي اللي كانت موجود عليه المملكه العربيه السعوديه انها تستضيف اول مره كاس مصر وبين الاهلي والزمالك، جماهير الفرقتين، التنظيم اللي احنا شفناه على اعلى مستوى، فعلا النادي الاهلي كان قادر ان هو حق بهذه البطوله. ما لحقناش اسامه يعني ده الناس عمل ما رجعت ما فيش 48 ساعه حقيقة. رجعوا تاني للمباراه الدوري العام. انت عارف اسامه بعد كل مباراه على الاقل عايز لك 3 ايام على الاقل حاله استشفاء، وفي نفس الوقت كمان فرحه الكاس
فرحة البطولة اللي الناس احرزتها ما بتلحقش. فانا عايز بس اقول للسادة المشاهدين لازم نعذر اللعبة دي. اللعبة دي بقى لها 3 سنين بين ما ريحتش بين افريقيا وبين دوري وبين كاس وبطولات، ومع هذا كمان مشرفينا ومنتخب مصر. حتى المحترفين الموجودين معانا اسامه كمان موجودين، يعين رايحين جايين رايحين جايين. وفي نفس الوقت كمان الجيل ده مشرفنا اسامه بصراحه، يعني الجيل ده بيسطر يا محمد تاريخ اكتر من تاريخنا احنا، يمكن اكتر من تاريخ ابو تريكه كمان. الجيلين اللي هم مقصرين يمكن في تاريخ النادي الاهلي، جيل السبعينات جيلنا احنا، ثم جيل ابو تريكه، ثم جيل ده. الجيل ده كمان انا عندي احساس هيتفوق على الجيلين دول في حته احراز البطولات والارقام، ولسه والالقاب، ولسه ما شاء الله يعني كمان العمر مساعدهم، لسه قدامهم مشوار طويل يعني. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني ما نقصوش عليهم بقى. مباراه وارده اكيد في الكوره طبيعي، الكبير بيتفوق على الصغير. البنك ظروفه كانت صعبه قوي، ويعني وجوده في الجدول فكان يهمه ان هو عايز يتعلق بس انا في 3 بونت، فربنا اداله سبحان الله. سبحان الله طارق مصطفى عمل جيم كبير جدا، ده حقيقي. لكن عايز اقول بنقول لهم مبروك، برافو عليكم، وبنقول لعبتنا هارد لك، والحمد لله ان جاي في وقت كمان يا اسامه في توقف حقيقي. نقدر بقى نصلح كل الحاجات اللي حصلت. وحتى الراجل كمان انا بحييه طبعا من خلال برنامجك، ان هو راجل طلع عنده جرأة وشجاعه ان هو قال ان انا اول مباراه في تاريخي العبها بهذا الشكل او بالوحشه دي او عدم الاداء ده. الراجل اتكلم عن المنظومه الدفاعيه كابتن ماهر، وحضرتك يعني واحد من العلامات في دفاعات النادي الاهلي. دايما المدير الفني او الفريق اللي بيبحث عن بطوله لازم تنظيماته الدفاعيه وخطوط الدفاع تكون على اعلى مستوى. بالظبط يا اسامه، يعني احنا يمكن قبل الهوا كنا بنتكلم ان انا اشتغلت مع الفريق الاول سنه 95 2000 وكنت بتكلم على ان ال6 سنين دول اكتر سنه دخل فينا فيها جوال 5 تجوال. يعني كان بقى وقتها خط الظهر مكون من محمد يوسف، مشير، كمونه، ابو الذهب، حاجه برضك من العرض الثقيل، ومعاهم بقى ابراهيم حسن، ومعاهم عماره، ومعاهم اطراف كمان على اعلى مستوى. فزي ما اسامه بيقول ده اسامه اللي كان بيدينا الطمانينه انك انت فعلا رايح للبطوله. طول ما انت خط ظهرك مأمن وبيشتغل صح بيحافظ على جوله، في نفس الوقت بيدي ثقه للنص الملعب وللمهاجمين. ودي فينا ميزه بصراحه. يعني كان زمان مستر دوجوتي يقول لك ايه، انا حتى لو في الدقيقه 90 اقدر اجيب جول. ويمكن اسامه عاش الاجواء دي. اسامه يمكن في ال 94 كان بيسجل، فاحنا تورثنا اجيال ورا اجيال في الحته دي. طول ما انت عندك وقت بدل ضايع وعندك وقت موجود في الجيم، تاكد ان احنا نقدر نجيب جول. مظبوط. فدفاعات النادي الاهلي طول عمرها من اقوى الدفاعات اللي موجوده، ومعظمهم بيبقوا موجودين في قوام منتخب مصر. طبعا هو الراجل فكر انه عبد المنعم محتاج ان هو يريح شويه. بالظبط كده. ياسر بردك موضوع الاصابه يمكن حرمتنا منه خلال الفتره اللي فاتت. لكن ما بنقللش من قيمه الناس اللي موجوده، بالعكس الناس اللي موجوده كلها لعيبه محترمه ولعيبه دوليين. وطبعا بلغه الكره ساعات بيبقى يوم مش يومك. يعني بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق. فانا شايف ان اليوم ده ما كانش فيه توفيق. هو في حاجه ثانيه كمان كابتن ماهر، كابتن اسامه، في احيانا كده الفريق بيبقى محتاج مباراه يفوق بسببها، والتوقيت ده تحديدا ممكن يكون توقيت محوري للفريق عشان فيما بعد. يعني انا كنت اتمنى ان ده يحصل بدري، ما يكونش مثلا انت داخل في معمعه المباريات الافريقيه، انت هترجع بعد التوقف اللي جاي عندك مباراتي سيمبا في ظرف اسبوع، منهم مباراه فيوتشر في النص، بعد سيمبا لو ان شاء الله ربنا وفقنا وكملنا عندك مباراه سيمي فاينل. فمباراه زي مباراه البنك الاهلي ممكن تخلي الجهاز الفني يقف عند حد معين، يشوف السلبيات ايه، الاخطاء ايه، لان اكيد اي خساره طبعا مش سلبياتها كلها، مش يعني اكيد ممكن يكون فيها ايجابيات يتعلم منها. بالظبط يا محمد، زي ما تفضلت وقلت ان الوقت جانا قبل مباراه زي سيمبا، مباراه قويه مصيريه بالنسبه لنا. فحلو قوي الحته اللي تفوقك دي. يعني الوعكه دي تقومك تاني وتفوقك تاني. وحتى كمان انت عارف بلغه التدريب يقول لك اللعيب يغلط والمدرب يصلح. يعني مستر كولر ده دوره وجهاز الفني دوره، اللعيبه تغلط والكابتن مستر كولر والمدربين يبداوا يصلحوا. وهي دي سبحان الله حلاوه كره القدم. يعني انت المشاكل الدفاعيه اللي حصلت في المباراه دي، انا متاكد ان مستر كولر طبعا والجهاز الفني سجلوا بعض الملاحظات دي.
هو لان الكلام ده هو اللي هيشتغل عليه الفتره اللي جايه اكيد. فكل مباراه بيحصل فيها ظروف واخد بالك الايجابيات بنحافظ عليها وبنحاول ان احنا يعني نحافظ عليها ونزودها لكن المشاكل الدفاعيه دي وارده جدا لانك انت يعني طول المباراه اكيد بيحصل مواقف دفاعيه أكيد. غير مظبوطه فبيحصل فيها يعني خلل بشكل كبير بتاثر بهدف اكيد الفترات اللي جايه التوقف ده هيبدا بقى الشغل على الحاجات الملاحظات اللي حصلت في المباراه دي. عمر كمال عبد الواحد اتظلم امبارح حتى الكولر قال ان انا ظلمته في لعيبته في مكان غير مكانه لكن يظل عمر كمال واحد من الصفقات المهمه للنادي الاهلي لعيب منتخب مصر لعيب مهم بيلعب في كذا مركز يعني خساره مباراه ما ظهرش فيها بالشكل يعني الجيد لكن يظل يعني عنصر مهم داخل الفريق يا كابتن ماجد. اكيد يا اسامه مكسب كبير واحنا متابعينه بقالنا فتره بصراحه كمان هو اخر فتراته مع منتخب مصر كمان كان مؤثر بشكل كبير. ساعات اسامه بيطلب منك انت هو احساسي كلاعب جوكر يعني عمر من اللعيبه الجواكر اللي تقدر تعتمد عليها في حته الجناح تقدر تعتمد عليها في الباك رايت. الراجل شاف ان تكوينه الجسماني وقوته وسرعته وانقضاته ممكن يلعب في المكان ده. فطبعا التجربه كانت غير موفقه بالنسبه لعمر كمال لكن ما نقللش من قيمه الولد لان الولد عنده لعيب جوكر عنده جوكر ومميزات بشكل كبير جدا يعني لسه ان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى افضل واللي جاي لسه هو ما طلعلناش البضاعه الجميله اللي موجوده عنده أكيد. فان شاء الله باذن الله يعني بنقول له انسى يا عمر المباراه ديت اقفل الصفحه دي اقفل الصفحه ديت وفكر في اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل باذن الله. طيب بتيجي كده يعني نجري شويه في الايام طبعا مباراه سيمبا يوم 29 مارس النهارده بنتكلم في 13 لسه 16 يوم تعال نشوف سيمبا بيستعد ازاي سيمبا نقاط القوه نقاط الضعف احنا دلوقتي عن طريق زوم معانا الكابتن اسلام عبد المحسن محلل اداء سيمبا التنزاني السابق واللي كان موجود مع المدرب روبرتينيو اللي كان موجود مع سيمبا وقت المشاركه اثناء السوبر ليج دوري السوبر الافريقي لان حاليا طبعا في جهاز فني جديد بقياده عبد الحق بن شيخه بالتاكيد معانا هو دلوقتي من خلال تقنيه زوم كابتن اسلام عبد المحسن. كابتن اسلام برحب بيك في البدايه عبر شاشه قناه الاهلي وفي ضيافتي بالتاكيد الكابتن ماهر همام ومعنا بالتاكيد الكابتن اسامه حسني وعايزين نعرف منك بقى فريق سيمبا التنزاني فيما قبل المرحلة عبد الحق بن شيخة وأكيد في الفترة الحالية شايفه إزاي وإنت كمحلل أداء كنت بتحضره إزاي لمباريات الأهلي وإيه الاختلاف اللي ممكن يتم في مباراة سيمبا القادمة عما كانت المباراة السابقة في السوبر ليج. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أولا أنا مبسوط أن أنا موجود معكم في قناة النادي الأهلي وكل سنة طبعا وحضراتكم طيبين وجمهور النادي الأهلي كله بخير ويعود علينا الأيام بخير يا رب يا رب. بالنسبة للمباراة طبعا المباراة الأولى اللي كانت في السوبر ليج هتكون مختلفة تماما عن المباراة الحالية. المباراة الأولى المدرب يمكن كان عنده بعض الأفكار الهجومية بشكل كبير كان فاتح الملعب بشكل كبير جدا ودي سببت مشاكل لسيمبا في المباراة الأولى. لو حضرتك تفتكر المباراة الأولى كان ممكن أول نص ساعة الماتش يخلص 3-4 للنادي الأهلي، النادي الأهلي ضيع كتير جدا في بداية المباراة، راح انفرادات كتير قوي في ربع ساعة أو تلت ساعة عن طريق رضا سليم وبيرسي تاو، الأهلي ضيع كتير الماتش ده، لكن عبد الحق بن شيخة من خلال فرجتي على الماتشات في الفترة الأخيرة أكتر من 4-5 ماتشات هو شكله منظم أكتر من روبرتينيو. طيب اسلام برضه عايز اسالك على فكره التحضير لمباريات الاهلي وانت راجل يعني ليك يعني دور كمحلل اداء مصري وبتعمل في فريق سيمبا هل ده كان بيساعدك اكتر انك تقدم المشهوره للجهاز الفني السابق كنت بتركز على ايه وبرضه عايز اعرف منك سيمبا حاليا شايفه ازاي مستواه تطور ازاي؟ طبعا بالنسبه لتحضير المباريات لما بتحضر مباراه لفرقه انت عندك عدد ماتشات كتير اتفرجت عليها الموضوع بيكون مختلف عكس لما بتكون محضر لفرقه في مباراتين ثلاثه بس فالامور بتكون واضحه طبعا في مباراتين ثلاثه لكن انا بتكلم لما بيكون انت دارس الفريق ده وشفته بشكل كبير زي النادي الاهلي انا كراجل بتفرج طبعا على الدوري المصري بتفرج على النادي الاهلي كتير فاخر موسمين او ثلاثه او من ساعه مثلا ما مستر كولر تولى المهمه انا يعتبر اتفرجت على كل ماتشات النادي الاهلي فالفرجه على عدد كبير من الماتشات وان انت تدرس خصم عنده كواليتي عالي وليه طريقه لعب واضحه وعنده مدرب عنده افكار وفرقه كبيره زي النادي الاهلي
بتكون تمام. الموضوع اسهل شويه عن لما تدرس فرقه ما عندهاش شكل واضح لان ما عندهاش كواليتي لعيبه عاليه وبيبقاش متوفر عدد مباريات كتير ان انت تقدر ان انت تدرس الفرقه دي. طيب الحالات معاك هي اللي انت محضرها لنا عشان نشوفك انت وانت مع سيمبا كنت ازاي تذاكر الاهلي وازاي بتتكلم عن نقاط القوه والضعف. اتفضل معاك الضغط العالي في البدايه اول حالات اهي. طيب انا الزوم عندي مش واضح. طب اتكلم على الحالات بالترتيب. ممكن تشرح حتى لو الحالات مش قدامك ممكن تتكلم عن يعني الوضعية الفنية لسيمبا في بداية المباراة، ممكن شكل المباراة مع النادي الأهلي وهو معاه كورة في التحضير، أو حتى والنادي الأهلي بيحضر ممكن يبقى شكل سيمبا إزاي في النواحي الفنية. هبدأ بالضغط أول حاجة لسيمبا. سيمبا دايما على ملعبه، أنا هتكلم على بناء على الماتش بتاع سيمبا ضد النادي الأهلي في السوبر ليج في المباراة الأولى في تنزانيا، واخر مباراتين في دوري الابطال ضد الوداد وضد جالاكسي. تمام. دايما هو الشكل العام بتاع سيمبا دايما بيضغط بالاثنين، هو بيلعب 4-4-2 او 4-1-4-1 على حسب الفريق اللي هو بيلعبه، لكن اعتقد في مباراه النادي الاهلي هو هيبدا 4-4-2 زي ما بدا في مباراه الوداد. لان اقرب مثال للشكل بتاع النادي الاهلي هو الوداد، ده اقوى فريق لعبه سيمبا الفترة الأخيرة وقدر إن هو يفوز عليه في تنزانيا 2-0، سيمبا كسب 2-0. سيمبا ممكن يبدأ قدام الأهلي 4-4-2، هيبدأ طبعًا ضغط عالي، ده أسلوب لعبهم حتى مع المدرب القديم أو بقالهم أكتر من سنتين ثلاثة. الشكل العام بتاع سيمبا دايمًا بيعتمد على الضغط العالي، هتلاقي الضغط العالي بيبدأ من الاثنين المهاجمين، هيضغطوا على الاثنين السنتر باك بتوع الأهلي سواء رامي ربيعة أو محمد عبد المنعم، وهتلاقي الاثنين الوينجرز بتوعهم هم قافلين الباص عند علي معلول والناحيه الثانيه سواء اكرم او محمد هاني، وفي لعيب غالبا بيكون نجومه لاعب الارتكاز بيطلع هو اللي يضغط على المحور بتاع الاهلي اللي هو غالبا هيكون مروان عطيه. فطريقه الضغط بتاعتهم دايما بتكون مان تو مان في الخط الاول من الملعب اللي هو الضغط العالي، هتلاقي مان تو مان اكتر، لكن دايما في قاعده ان الضغط العالي لازم طالما انت بتضغط من اعلى حته في الملعب ان خط النص بيرحل وخط الدفاع كله بيرحل، فبيبقى خط الدفاع على الدايره بتاعت نص الملعب كله. لكن سيمبا دي احدى مشاكلها في الضغط، ان وانت بتضغط عالي لا خط دفاع سيمبا بيكون متراجع كتير قوي، فبيكون في مساحه كبيره جدا بين الخطوط، يقدر النادي الاهلي يستغل المساحه دي. وكان في حالات كنت محضرها على ده في ماتش الاهلي وسيمبا اللي احنا لعبناه، الكره لما بتطلع من الشناوي سواء على الطرف اليمين او على الطرف الشمال كلهم بيرحلوا في جهه الكره، بنلاقي نص الملعب كله فاضي، فديانج او قفشه كان بيقدروا ان هم يستلموا في مساحات كبيره جدا، يقدروا ان هم يطلعوا بالكره على الطرف من نص الملعب بتاع الاهلي للطرف، فبنلاقي دايما كان رضا سليم او بيرسي تاو دايما في مواجهه واحد على واحد مع الظهير بتاع سيمبا. تمام. انا بس عايز اسالك سؤال يا كابتن اسلام، النهارده المواجهه هتكون في دور الثمانيه اكيد مختلفه عن دور المجموعات. النهارده المواجهه واحنا عارفين عبد الحق بن شيخه هو مدرب متمرس في افريقيا، مدرب ايضا متحفظ النواحي الدفاعيه بيقدر يقفل خطوط، هل ممكن نشوف سيمبا بيفتح خطوطه من الاول وبيعمل ضغط عالي، ولا انت النهارده انت بتعمل حسابات عندك ماتشين ذهاب وعوده ممكن الامور تختلف؟ لا انا اعتقد ان هو هيبقى في بدايه الماتش هيضغط من نص الملعب، مش هيضغط ضغط عالي من بدايه الماتش. أيوة. لان زي ما حضرتك قلت ان هو متحفظ شويه. اولا هو متمرس، راجل واخد الاداريه مع اتحاد العاصمه، ورقم واحد وده اهم، لما بيكون مدرب عربي بيبقى عارف حجم وقيمه النادي الاهلي هيقدر ان هو يلعب ازاي، عكس لما بيكون مدرب اجنبي شويه بيبقى انت عارف المدربين الاجانب عنده فلسفه ما بيغيرهاش، لكن المدرب العربي خاصه لما بيجي يلعب قدام النادي الاهلي بيضطر ان هو يغير الشكل بتاعه، حتى لو هو عنده شكل ثابت مع الفريق لا بيضطر ان هو يغيره لان هو عارف حجم قدرات كمان لعيبه النادي الاهلي. فاظن ان هو في المباراه دي ما يقدرش ان هو يضغط عالي من بدايه الماتش، خاصه ان هو اكيد هيكون دارس النادي الاهلي بشكل كويس. اتفضل يا حمد. طيب ايه افضل توقيت ممكن سيمبا يلعب فيه مع الاهلي؟ يعني المعلومات اللي عندنا ان الاهلي وسيمبا غالبا في تنزانيا خلاص الكفا هيحدد المباراه الساعه 9، انت عشت مع سيمبا اجواء كتيره هناك، ليه كانوا دايما بيختاروا اللعب في فتره العصر؟ هل كان رؤية فنية ولا كان الموضوع جاي من خلال الإدارة؟ أعتقد دي فرصة نعرفها منك يا إسلام بشكل مباشر، كان دايما الكلام بيتقال ولكن مش بمعلومات مؤكدة، أنت عشت الأحداث دي وكنت متواجد في نادي سيمبا، هل ده بيبقى أمر فني ولا الأمر متعلق بالإدارة؟
طيب الو اسلام سامعني؟ طيب في مشكله. طب واضح ان في مشكله في انا ارد على السؤال اهو وصل اسلام اهو. سامعني يا اسلام؟ سامع حضرتك كويس جدا. طيب تعليقك بقى على السؤال في التوقيت ده. دايما الانديه خاصه في افريقيا لما بتيجي تلعب النادي الاهلي هم عارفين ان اصعب توقيت يلعبوا النادي الاهلي فيه هو الساعه 3 او في وقت العصر. قبل القرعه بتاعه الدوري الابطال انا كنت اتمنى رقم واحد ان احنا نلعب الترجي. يمكن الترجي هو الفرقه بالنسبه لي من وجهه نظري بعد ما اتفرجت على عدد الماتشات للترجي ومازيمبي وسيمبا. الترجي هو اقل فنيا وكمان الترجي هيلعبك في التوقيت اللي النادي الاهلي بيقدر ان هو يلعب فيه ويأدي بشكل كويس. عكس سيمبا وعكس مازيمبي. حضرتك عارف الاجواء في ملعب مازيمبي بتكون عامله ازاي الساعه 3 العصر. مع كمان احنا عارفين ان في بعض المشاكل التحكيميه الواضحه في الملعب بتاع مازيمبي وسمعنا قصه رشاوي قبل كده ومواضيع كتير جدا ونفتكر قبل كده كسبوا الترجي 5-1 او 5-0 في نهائي 2010. فانا كنت شايف ان افضل مواجهه للنادي الاهلي يلعب فيها في البطوله كانت مع الترجي. لكن ارجع لسؤال حضرتك دايما الانديه في افريقيا بتلاعب النادي الاهلي في التوقيت ده لان هم بيبقوا عارفين ان احنا هنا دايما بنلعب بالليل أكيد. والاجواء في مصر طبعا كويسه أكيد. فبيحاولوا ان هم يضغطوا عليك ده عشان يقدروا ان هم يوصلوا بافضل نتيجه. اكيد اسلام احنا بنشكرك بالتاكيد. يعني تحليل شافي ووافي ازاي سيمبا كان بيستعد للاهلي المقارنه ما بين سيمبا سابقا وسيمبا حاليا. كابتن ماهر يعني تعليقك على محلل اداء فريق سيمبا مصري اشتغل مع روبرتينيو مدرب سابق شايف فريق الاهلي بشكل كويس. فكره تحليل الاداء وفكره ان المباراه القادمه بتتقرر بعد اقل من حوالي شهرين ثلاثه بنلعب مع سيمبا تاني بتنظر لها ازاي او شايفها ازاي؟ هو طبعا واضح ان اسلام ما شاء الله متابع النادي الاهلي بشكل كبير. قالك ان اتفرجت يمكن اكتر من سنتين على النادي الاهلي ودي في محلل الاداء بالذات لما بيبقى متابع فرقه زي النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي بيقدر يوصل المعلومه للمدير الفني وبناء على المعلومات ديت يبدا المدير الفني يبدا يحط الاستراتيجيه لهذه المباراه والخطه وطريقه اللعب والتشكيله. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتساعد سيمبا ان هو يظهر قدام النادي الاهلي غير المرات اللي قبل كده. طبعا مدرب جديد يهمه وعنده خبرات يهمه جدا ان هو يقابل النادي الاهلي طبعا باستراتيجيه فيها اتقان طريقه لعب مناسبه. بتكلم على طريقتين لعب 4-1-4-1 في حاله الهجوم و 4-4-2 في حاله الضغط اذا كان هيضغط براس الحربه من قدام. اكيد الطرق ديت هم اشتغلوا عليها واخد بالك ومحافظين لعبتهم من خلالها. التشكيله كمان المناسبه للمباراه ديت احنا اتكلمنا على وقت هم بيحبوه الوقت الساعه 3 اللي هو العصر الرطوبه بتبقى عاليه والحراره لكن انا عرفته من ضمن المعلومات انهم عندهم لعيبه مسلمين عندهم اكتر من 9 لعيبه مسلمين فبرضك دوري الاتحاد الافريقي هو اللي حدد موعد المباراه وخلاص هتبقى الساعه 9 مساء. يعني دي برضك خدمت طبعا النادي الاهلي وخدمت خدمتهم اللي في صيام في الوقت ده. فطبعا اللعيبه برضك يهمها ان هي تلعب وهي يعني طبعا واكله وفتره وفي وقت كويس يقدر كمان يبذل فيه مجهود عكس ما يبقى صايم الامور بتبقى صعبه علينا وعليهم يعني طبعا. فطبعا الحمد لله الاتحاد الافريقي قدر ان هو يحط لنا المباراه الساعه 9. عايز اقول اللي عايز يكسب البطوله لازم على قد ما يقدر سامي يا محمد ما يخسرش بره ملعبه صح. ودي من ضمن خبرات النادي الاهلي والاستراتيجيه اللي بيشتغل عليها مستر كولر. ويا سلام لو سجلت كمان بره ملعبك بالظبط ده حلو جدا تبقى بتسهل المهمه في مباراه العوده وخصوصا اسامه الماتش اللي احنا لعبناه مع سيمبا زي ما اسلام قال احنا ضيعنا فرص كتيره جدا في اول ربع ساعه كان ممكن نسجل اهداف كتيره المباراه. فدي برضك من ضمن الحاجات اكيد ان مستر كولر حاطط عينه عليها. يعني كابتن ماهر واحنا بنتكلم عن افريقيا اكيد كابتن ماهر همام وجيله الذهبي وسفريات افريقيا في كواليس وحكايات كتير في الحته دي خاصة افريقيا زمان غير افريقيا دلوقتي انت بتلاقي الطيارة الخاصة معاك الطباخ طالع معاك التجهيزات انت لعيب رايح يعني على افضل استعداد افريقيا خلصت علينا اسامة يعني السفرية الواحدة او المباراة خارج مصر كانت بتقعد مثلا اسبوع او 8 ايام عايزة استشفى شهر عايزة بالظبط كده يعني اولا المشوار طبعا كان الطيران وقتها
احنا كنا بنسافر على الطيران الاثيوبي. الطيران الاثيوبي ده كان احنا مسمينه الشاش. ينزل السودان وبعدين ينزل الصومال وبعدين ينزل يعني كل المحطات اللي بيعملها حد بيشاور له كده ينزل. فطبعا كانت بتبقى اجهاد بشكل كبير جدا بالنسبه لنا. سنين اسمك هناك كانت الفنادق كانت صعبه قوي. مفيش فنادق يعني على مستوى يمكن دلوقتي. يمكن فندق واحد بيبقى الهيلتون مثلا هو اللي موجود يعني على مستوى, وده بيبقى طبعا اسعاره صعبه قوي. هما ما بيقدروش يحجزوا لنا. احنا هنا كنا بنحجز لهم في احسن الفنادق أكيد. لكن هناك يعني احنا كنا بنتاثر بشكل كبير جدا. كمان في الرحله بقى في اوضه, في اوضه موجوده اللي فيها الاكل كله, الخزين, الخزين, اوضه الخزين, اوضه الخزين دي دي كانت تحت كده الكابتن محمود الخطيب واكرامي. هما الاثنين دول اللي كانوا موجودين في الاوضه دي, اللي بيستقبلوا طبعا جميع اللاعبين في الاوضه دي كل ما تتخيلوا موجود يعني من حلاوه من جبنه من تونه من فول من كل حاجه معلبات موجوده في الخزين هنا. والمفتاح مع مين؟ والمفتاح بقى معاهم هم اصحاب الاوضه. احنا طبعا الاكل كان صعب جدا يا سامي يا محمد. يعني انت لو كنت شفت الاكل يعني انا مره من المرات كده كنت راح اغسل ايدي فلقيت المطبخ شكل الاكل وضع يعني صعب. عايز اقول في يعني شكله صعب جدا. أو اول بطوله افريقيه 82 كنت موجود فيها يا كابتن ماجد. كان ليها كواليس حلوه البطوله دي, مباراه اشانتي كوتوكو في النهائي طلعتوا بطياره خاصه. طياره خاصه بس كانت حربيه يا سامي. كانت عباره عن ديكك زي أيوة. كده احكي للناس علشان الناس المشاهدين جماهير النادي تعرف ازاي الجيل ده كان بيضحي وكان بيحب النادي الاهلي وقابل تحديات كبيره. قبل كوتوكو يا سامي قعدنا 5 سنين بنخفق يعني ما بنوصلش. لظروف اولا خبرتنا كانت قليله, ثانيا ما كناش نضجنا ما خدناش خبرات في افريقيا, ثالثا افريقيا كانت قويه جدا يعني كل الفرق كانت فيها 7-8 لعيبه دوليين على أعلى مستوى. كان لسه الاحتراف ما فتحش يعني. وبعدين كمان في اوقات كان فيها امتحانات يعني احنا مثلا كنا بنروح ساعات ما رحناش بخط الهجوم. كابتن محمود الخطيب مصطفى عبده مختار ما رحناش بالخط الامامي بسبب الامتحانات يعني كانت الامتحانات برضه بتعطلنا بشكل كبير. لكن بعد ال5 سنين دول اسامه نضجنا وخدنا خبرات بدانا بقى نخش في المعمعه. فكانت 82 دي كانت اول بطوله بالنسبه لنا الصوت الشريط خلاص. كوتوكو عشان نوصل لكوتوكو كانت الامور صعبه. كسبنا 3-0 هنا طبعا. كابتن محمود الخطيب جوليل من افضل الاجوال اللي ممكن تشوفهم في البطوله على قد ما يهوب الجول الثالث. روحنا هناك 3-0 نتيجه كبيره. هم كان عندهم امل ان هم يرجعوا يعوضوا يعوضوا النتيجه دي. درجة ان احنا سامع عايز اقول لك ان احنا في الفندق اولا كنا نخش التدريب الكوره بتتسرق. الولاد الصغيرين اللي ورا الجول الكوره لما تطلع ورا الجول يروحوا واخدينها رامينها من فوق المدرج. يعني عارف حرب. وانت طبعا نازل اول ما نزلنا لغانا كل الناس هنكسبكم 5 كل الناس تشاور هنكسب 5 هنكسبكم 5. فكان يعني شحنينهم بشكل كبير جدا. صح. يوم المباراه كانت اصعب يوم بالنسبه لنا. يوم المباراه كان في حوالي ما يكون على 20-30 معانا لقطات من المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بص يا سامع ارضيه الملعب عامله ازاي؟ طبعا صعبه جدا. ملعب بيشيل 90,000 ده ملعب قماسي. بص الجماهير عامله ازاي؟ وعايز اقول لك ان احنا البلد كلها في الاستاد. دخلنا المباراه سامه بالظبط والحكم بيصفر في بدايتها. ما سخناش. دخلتوا على المباراه على طول. وده سبب الجول الاولاني اللي جه فينا في اول ربع ساعه. ما دخلناش اجواء المباراه. وعايز اقول لك طبعا كانوا مانعنا مفيش دخول وقافلين كل الابواب فمش عارفين نخش. قعدنا بقى واخدين خدنا وقت عشان نخش الملعب. وسبحان الله يعني يمكن الجول الاولاني جه في اول ربع ساعه نتيجه زي ما قلت لك ان هم ركبوا الجيم. بعد كده بدانا بقى الحمد لله رب العالمين الثقه تيجي وبدانا يعني نعوض طبعا بالجول الخطير للكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك ان اللعبه دي بدات من عندنا وبعدين راحت لمختار وبعدين مختار لعبها للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب وهو ماشي طب ما تجيبوا لنا الهدف كده. والكابتن ماهر بيتكلم وبيقول ان اللعبه ابتدت عنده في خط الدفاع والاهلي رجع لتعادل 1-1 في المباراه. ودي كانت اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي وكانت يعني حلاوتها كابتن ماهر كانت خارج مصر. صعوبه البطوله طبعا. وفي غانا كمان وبتقابل خصم يا اسامه عنده 8 لعيبه دوليين. وملعب زي ما انت شايف ملعب صعب جدا. ده الهدف كابتن مختار من عندنا مختار كابتن محمود الخطيب رقص يا اسامه يا محمد رقص 4 لعيبه في لعبه واحده. يعني 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 نص الملعب بخط الظهر رقصه وهو بيستلم. بص
وبعدين تابع بقى طبعا وحطها في بطن رجله. هدف طبعا احنا يعني عايز اقول لك يعني الفرحه مش مصدقين نفسنا. يعني احنا كنا قلقين طبعا من 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 كتوكو، لكن بالهدف طبعا خلاص قضى على المباراه وقضى على الجيم، وطلعنا بقى طبعا اول كاس افريقي طبعا الحمد لله يحصل على النادي الاهلي. واحنا الحمد لله ان احنا حطينا طوبه لكل الاجيال اللي جايه بعدينا لحد طبعا البطوله ال 19 الافريقيه ولا البطوله ال 11 دوري ابطال افريقيا. فطبعا يعني رقم كبير جدا بيحسب لكل تاريخ كره القدم في النادي الاهلي. كابتن ماهر همام نورتنا وشرفتنا، ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك سعد نورتنا. شاكرين جدا كل سنه طيبين. طيب بمناسبه ان احنا موجودين في شهر رمضان، عندنا تقرير مهم جدا عن انتصارات الاهلي في شهر رمضان. نطلع نشوف انتصارات الاهلي في هذا الشهر الكريم ومنه لفاصل، وبعد الفاصل معانا اثنين من نجوم النقد والتاريخ او المؤرخين الرياضيين، استاذ محمد مصطفى المؤرخ الرياضي والاستاذ كريم سعيد المحلل الرياضي. هنتكلم في جزء تاريخي وتحليل فني في هذه الفتره عن مباريات الاهلي، بالتأكيد فقرة فيها أمور متنوعة نختم بيها النهاردة برنامج الأهلي في رمضان. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية بنبارك لفريق سيدات الأهلي لكرة اليد بعد التتويج ببطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد فوزهم الآن على سموحة 29-26. ألف مبروك لسيدات الأهلي لكرة اليد. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام المؤرخ الرياضي الأستاذ محمد مصطفى اللي مشرفنا ومنورنا. تحياتي ليك يا تاريخ. مرحبا كابتن، يا استاذ محمد عاملين ايه؟ اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله تمام الحمد لله. ايضا المحلل الفني لقناه الاهلي كابتن والاستاذ كريم سعيد، منورنا يا استاذ كريم. مساء الخير يا كابتن اسامه، ومساء الخير يا محمد، مساء الخير يا استاذ محمد، وكل سنه طيبين ورمضان كريم، وكل سنه وكل مصر طيبه وجماهير الاهلي طيبه وبخير، ورمضان كريم لكل مصر يا رب دايما. انا بس عايز اقول للناس يعني النهارده احنا معانا الاستاذ محمد مصطفى، هو مدير الوحده الوثائقيه في قناه النادي الاهلي. كل الامور الوثائقيه اللي بتشوفوها من خلال شاشه قناه الاهلي بيبقى فيه تيم وورك، فريق عمل بيشتغل عليه استاذ محمد مصطفى. النهارده بقى فرصه هو معانا نعرف منه بتحضروا لايه، واخر حاجه اشتغلتوا عليها، وايه المفاجآت اللي جايه. طيب بص، اللي جاي احنا دايما ما بنقولش احنا بنعمل ايه، دايما بنفاجئ الناس بالشغل بتاعنا. يعني انا ممكن اديك بريف سريع على شغل الوحده الوثائقيه في الـ في الـ في, في الثلاث سنين اللي فاتت. الحقيقه الوحده الوثائقيه في قناه الاهلي سريعا عملت 10 افلام لغايه النهارده، واجزم ان طبعا قناه الاهلي هي اول قناه رياضيه او اول قناه عموما في مصر تعمل افلام وثائقيه رياضيه. في قناه اخرى عملت بعدها، ولكن في فرق شاسع بين شغل قناه الاهلي واي شغل تاني. يعني عملنا صالح سليم وجعفر ولي باشا، وعملنا نادي الوطنيه، وعملنا ثابت البطل ومحمد عبد الوهاب ومؤمن زكريا وعم حارس والحلم عن تاريخ الاهلي الافريقي. طبعا في حاجات كانت مشيت بسلاسه، وفي حاجات كانت صعبه جدا زي فيلم صالح سليم، كان صعب جدا رغم انه ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيه في الاخر ان هو طلع بشكل عجب الناس كلها. خلينا نقول للناس الوقت والمجهود، ان علشان العمل يظهر للنور على شاشه قناه الاهلي اكيد متطلب وقت كبير وفريق كبير للعمل. بص هقول لك على حاجه، هي حسب الفيلم. يعني احنا عملنا فيلم واحد تسجيلي اللي هو عم حارس، اكنه عملناه عباره عن حياه عامل غرفه ملابس في صوره عم حارس من الصبح لما بيقوم لغايه اخر اليوم. ده فيلم تسجيلي حي. بقيه الافلام كانت وثائقيه. يمكن الفيلم التسجيلي ما خدش وقت زي الباقي، يعني انت فيلم صالح سليم خد 9 شهور. انت طالب مطلع ساعتين شغل، مصور حوالي 35 ساعة عشان تفضل تلم منهم نوصل لثلاث ساعات، وبعدين ثلاث ساعات دي كنا عمالين محتارين ازاي نخرج، نشيل ايه، مش عارفين. وفي المونتاج بياخد وقت برضه. لا هو المونتاج. وكان معانا الحقيقة اسلام الشهاوي وكريم طناني هايلين جدا في المونتاج. لكن هقول لك على حاجة غريبة جدا، هو ده أصعب فيلم عملناه. وفي فيلم طبعا زي عبد الوهاب وزي فيلم ثابت البطل والافلام دي كلها، لكن انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. يعني يمكن الوحده الوثائقيه عملت حاجه ثانيه انا شايف انها اعظم حاجه اتعملت في الوحده الوثائقيه. برنامج محاضره مجلس الاداره. 30 حلقه. انا يمكن فخر لي انا شخصيا ان انا اكتب السيناريو بتاع ال 30 حلقه دول بربطهم، ان مربطوا تاريخ النادي الاهلي مع تاريخ مصر السياسي الاقتصادي الاجتماعي في وقت نشأة النادي الأهلي. عملنا النادي الأهلي من التأسيس وحتى الاحتفال باليوبيل الذهبي سنة 1957. أنا بعتبر ده
بالنسبه لي انا شايف اعظم حاجه اتعملت وثائقيه وثقت ده بشكل رسمي. وخصوصا ان كله من المحاضر الرسميه محاضر مجلس اداره النادي الاهلي. تمام، خلينا نروح لضيفنا الثاني المحلل الفني الاستاذ كريم سعيد. شفت الاول قبل ما نروح لمباراه البنك الاهلي، الاول شفت ازاي تتويج الاهلي ببطوله مهمه، مباراه مهمه امام فريق كبير نادي الزمالك. الاهلي بيتوج ببطوله كاس مصر للمره 39 في تاريخه. طبعا كابتن اسامه اكيد كاتب مباراه صعبه جدا. واعتقد ربما كان يعني مارسيل كولر كان عنده بعض الافكار في الشوط الاول اللي صعبتها اكتر في وجهه نظري يعني. بس اكيد طبعا احنا عارفين المدير الفني بيبقى عنده بعض الامور وعنده بعض المبادئ اللي بيبني عليها التشكيل، ساعات بتبقاش المبادئ دي ظاهره للاعلام او الجمهور. يعني مش شرط انت تبقى يعني مثلا احنا حساباتنا كلها بتبقى واقفه على الحسابات الفنيه. التمرين ما نعرفش هو شاف التمرين لقبل الماتش ازاي، خلي بالك امام عاشور عرفنا من الكواليس كانت درجه حرارته مرتفعه مثلا 39 قبل المباراه مثلا واصر انه يلعب مثلا. ففي حاجات طبعا احنا ماشي، بس الفكره في حته دي احنا المباراه كانت طبعا كانت ماشيه على كذا سيناريو. اكيد نادي الزمالك كان عنده بعض نقط التفوق في الشوط الاول، طبعا اصابه زيزو اثرت عليهم كتير، لكن برضو كان عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في نص الملعب كان اساسها في وجهه نظري الشخصيه عبد الله السعيد. النادي الاهلي استفاد منها اعتقد وجهه نظري بدايه كانت الشوط ده النادي الاهلي راح بفرصتين وكان في ركله جزاء صحيحه 100% لامام عاشور، اعتقد لو كانت اتحسبت كانت في الشوط الاول دي تمنا. وانت عارف يا كابتن اسامه طبعا المباريات دي بالذات لما بيحصل فيها هدف مبكر تخلص ماتش قمه على طول الفريق اللي بيخش فيه هدف بيتاثر نفسيا بشكل كبير جدا، ان هو بيبقى داخل المباراه كانه داخلها وهو مغلوب 1-0 يا محمد. يعني اوكي انا عجبني بقى التدارج في الشوط الثاني، اكيد الشكل الهجومي كان افضل، التحركات كانت افضل كمان بعد نزول مروان عطيه وقفشه، بصراحه ادوا خط وسط النادي الاهلي شكل مختلف تماما. وكمان فكره ان اللعيبه ما كانوش عايزين يوصلوا المباراه في وجهه نظري للاكسترا تايم كانت واضحه عند الاهلي، الاهلي كان عنده نزعه في الدقايق الاخيره من المباراه انا عايز يخلص. لان في وجهه نظري نادي الزمالك بدا يحس بحاجتين، بدا يحس طبعا بالجهد البدني اللي عليه خصوصا بعد، وطبعا ان زيزو بصراحه فرق كبير قوي يعني فرق كتير قوي قوي معاهم في الشكل الهجومي. فبداوا هم عايزين يروحوا للاكس تايم وعايزين يروحوا ليه ممكن كمان لركلات الترجيح زي قبل كده ما حسموا، اعتقد مباراه السوبر قدام ريني فايلر كان برضو نفس السيناريو ده. طب الـ 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 البعض راح وقال الزمالك كان شكله افضل، الزمالك كان عنده استحواذ، تتفق معايا في المقوله ان النهائيات اللي زي دي تكسب ولا تلعب؟ لا هو بدون شك، بس هو برضه نقطة مهمة عايزين نقولها. يعني من حق منظومة الزمالك انها تشوف فريقها افضل عن قبل كده، لان فعلا الزمالك أكيد. افضل عن قبل كده بكل امانة. انت كنت لكن الاهلي احنا بنتكلم على برضه امانة يا كابتن اسامة، حاليا النادي الاهلي في فجوة في فجوة فنية بقى لها فترة. يعني ما نقدرش نقول نادي الزمالك في اخر مثلا سنتين او ثلاث سنين في تنافسية، احنا بنتكلم في كذا مباراة خلصوا 4-1 يعني في فرق ماتشات القمه ما نقدرش نقول ان في تنافسيه ماشيه. كولر في 4 مباريات 11 هدف مثلا زي ايام فيريرا مثلا. ايام فيريرا لا كان الفريق الزمالك متوازن شويه، كان في يعني كان في اعتقد برضو الموسم اللي خدوا فيكم الزمالك خد فيكم فيدراليه كان في بعض التنافسيه. احنا بقى لنا حوالي 3 سنين التنافسيه في ماتشات القمه قل، فلما يحصل السيناريو ده اكيد جمهور الزمالك يقول لك احنا لعبنا احسن. طبيعي احسن بالنسبه لايه؟ للي فات. لكن النادي الاهلي انا في وجهه نظري يعني ممكن تقول لك لا احنا ما لعبناش ماتش قمه زي قبل كده. ايوه على حسب مين اللي بيتكلم. بس طبعا اكيد مبروك للنادي الاهلي، اكيد بطوله مستحقه وهارد لك نادي الزمالك. طيب عايز اروح للاستاذ محمد مصطفى اساله سؤال، بعد الاهلي وتتويجه ب 39 بطوله الاهلي بيحقق رقم غير مسبوق 150 بطوله والاكثر تتويجا على مستوى العالم في كل البطولات، اعرف ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنبارك مره تانية لفريق سيدات الاهلي بعد التتويج ببطوله الدوري للعام الثاني على التوالي وقبل انتهاء الدوري بماتشين. النهارده قدروا يفوزوا على نادي سموحه 29-26، الف مبروك لسيدات الاهلي. استاذ محمد كنا بنتكلم عن رقم غير مسبوق بيقدر يحققه النادي الاهلي بعد تتويجه بكاس مصر، حصوله على البطوله 39 أصبح النادي الأهلي 150 بطولة في
في تاريخه أكثر تتويجا على مستوى العالم في كل البطولات. كل البطولات. هو يلي نادي سيلتيك ما يعني تقريبا لسه ما جابش 120 بطولة. الأهلي يمكن بقاله حوالي سنين كتير بعدي رقم سيلتيك من بعد المئوية تقريبا، من بعد بدأنا بعد المئوية في 2007 الأهلي خد عمل أرقام كبيرة جدا يعني. خد كم كبير جدا من البطولات محليا وقاريا. وطبعا ده غير البرونزيات، انت برضو بتتكلم ده كله من غير برونزيات كاس العالم للانديه اللي احنا خدناها برضو. ف 150 بطوله طبعا، دوري 42 39 كاس، عندك كاس السلطان حسين 7 ودوري القاهره 16 ومعانا دوري ابطال افريقيا 11 والسوبر افريقيا 8 وكونفدراليه مره، ابطال الكؤوس 4. يمكن ابطال الكؤوس هو النادي الوحيد اللي خدها واحتفظ بالكاس، لان البطوله توقفت في 2004 وتم دمجها في كاس الاتحاد الافريقي بقى واتعملت الكونفدراليه. فده تاريخ طويل للنادي الاهلي. وان بص هو البطوله دي عملت كمان ارقام ثانيه، انا ما اعرفش يعني لو اخدها على السريع، انك انت بطوله رقم 150، ده رقم 150 رقم مقفول، ان دي الثنائيه رقم 16 الاهلي يفوز بالدوري والكاس مع بعض 16 مره مقابل 4 للزمالك، ان دي رابع مره الاهلي 16 لا خلينا بس نقف قدام الرقم ده، 16 مره الاهلي 16 بيجمع ثنائية بين الدوري والكاس في بالزبط تاريخه بالظبط في تاريخ من ساعه بدايه الدوري العام موسم 48 49 وكمان اربع مرات الاهلي الثلاثيه المحليه دوري وكاس وسوبر، ودي يعني المنافس التقليدي الزمالك ما خدش ولا ما عملهاش ولا مره. يعني الاهلي خد دوري وكاس وسوبر، دي المره الرابعه فعلا 2004 2005 و2005 2006 و16 17 والموسم 22 23 كده اربع مواسم الاهلي واخد الثلاثيه المحليه. ارقام مش موجوده، ارقام تاريخ الماتش ده عمل ما عملهاش غير النادي الاهلي. ايوه الماتش ده عمل الارقام دي كلها، وده طبعا دي ما ينساش بقى ان دي كمان البطوله السابعه لمارسيل كولر. طيب بمناسبه الاهلي والزمالك يا كريم، نعم أهلي وزمالك 2004 كان في شهر رمضان، صحيح كواليس اليوم ده او التاريخ اليوم ده. بص طبعا احنا بنتكلم على مباراه الدور الاول موسم 2004 2005 كانت الموسم ده كان له كذا حدوته، ان كان الموسم ده كان النادي الاهلي كان غير فيه تقريبا 100% من فرقته. مظبوط. النادي الاهلي كان بقاله حوالي 3 مواسم في الدوري او 4 ما كانش كسب الدوري، نتكلم من ساعه اربع مواسم من 99 2000 وكان في مشكله ان النادي الاهلي حتى في الموسم، طبعا كان الموسم بتاع انبي ده كان عنيف نفسيا جدا، اللي هو كان موسم 2002 2003 بعد كده نادي الزمالك في 2003 2004 تفوق كاسح، لساعتها كان اوليفيرا البرتغالي كان هو مدير فني النادي الاهلي، والنادي الاهلي في الموسم ده في الدور الاول قدم اداء ولا اسوء، حتى وصلنا اعتقد للمركز العاشر او ال11 بعد مباراه حرس الحدود في استاد القاهره 1-1. بعديها الكابتن الخطيب سافر البرتغال جاب مانويل جوزيه، ومانويل جوزيه رجع على مباراه النجم الساحلي كان في البطوله العربيه، كنا ساعتها بنلعب البطوله العربيه في دور المجموعات. المباراه اللي قدامنا دي يا جماعه مباراه طبعا كان كل الناس مستنياها، كان نادي الزمالك متفوق كابتن اسامه في الموسم اللي قبليها رايح جاي، كان النادي الاهلي يعني بعيد شويه عن البطولات. المباراه دي حط عليها طبعا امال كبيره جدا، وعايز المباراه دي جت في رمضان، وعايز اروح جمهور النادي الاهلي كان بيتلعب في استاد الكليه الحربيه، وانا رحت المباراه دي حضرتها من الملعب، والجمهور كان في قدام الملعب يا محمد من الساعه 3 العصر. مباراه يعني عايز اروح الجمهور دخل الملعب ده والله كان في زيه بره في من قبل اذان المغرب. والله ساعه اذان المغرب والله الناس بتفطر، العدد اللي دخل الملعب كان فيه زيه بره، عارف حتى اثبت لك كلامي، كان دايما في الكليه الحربيه الاجهزه الامنيه بتفصل ما بين الجمهورين في الحته اللي في النص، هتلاقي النادي الاهلي واخد مدرج زياده في النص، لان كان الاعداد بتاعته كبيره جدا. طبعا النادي الاهلي ساعتها عمل طبعا السكواد او القائمه كان فيها طبعا كابتن اسامه، وكان سكواد قوي جدا 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 جدا، والمباراه طبعا النادي الاهلي عايز اقول لك عماد متعب جايب الهدف الرابع اعتقد في الدقيقه حاجه و60 يعني بعد يعني هنتكلم كان لسه باقي حوالي 25 دقيقه، وبخلاف الوقت بدل الضايع، وكان ممكن المباراه دي على وجه التحديد تخلص بسكور اكبر، بس كانت واحده طبعا من المباريات الشهيره في تاريخ مباراه القمه اللي اتلعبت في رمضان. اتقال لك فيها استاكوزا دي؟ نعم احمد حسن كان ممتاز وكان ما حدش كان متوقع ان هو يبدا انه يظهر بالشكل ده اليوم ده، كان مفاجاه المباراه مفاجاه الماتش. طيب لو رحت بقى ل 92
عندك برضو كده لقطه تخص مباراه القمه اهلي وزمالك. اه طبعا ماتش انا يمكن مثلا بنتفرج على كوره من يعني من منتصف السبعينات ماشي حر بقى منتصف السبعينات شويه. ده الماتش الوحيد اللي اتلعب في رمضان العصر. في الوقت اللي انا كنت بشتغل في اشتغل قبل شغل الميديا اهلي وزمالك في رمضان اتلعب العصر كان ثاني يوم رمضان. وكنت شغال في في في, في الصعيد في المنيا تحديدا وجينا كان المفروض ارجع ثاني لكن زمايلي قالوا لك لازم نتفرج على ماتش في الملعب اول مباراه معانا ايه فالماتش ده الماتش ده بقى الكوره دي كانت في الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 10 الواقعه الظريفه ايه في الماتش ان مجرد ما محمد رمضان جاب الجون الجمهور كان بيغني رمضان جانا وفرحنا به اهل رمضان الشوط كده كمل على كده وبعدين مشكلة كابتن رمضان عنده حاجه كده غريبه يمكن انت تعرفها يا كابتن اسامه كانت من كابتن اسامه عرابي اه ده هو يحط فالكابتن رمضان بيجيب الجون ولو انت تلاحظ تركز عليه تحس انت بتقوم تهيص وتبص تلاقي كابتن رمضان عادي ولا كانه ما عملش حاجه يعني ما مش من النوع اللي هو على طول كده تخليه يهبطك يا عم عاوزين نفرح يعني انت فاهم انت لو عينك جت عليه وهو ساعه ما بيجيب الجون انت مش هتعرف فهو اليوم كان جمال الجون الماتش ده اولا كان يمكن تقريبا في ال 50 60 سنه اللي فاتت دي انا ما اعرفش في الستينات اتلعبت حاجه العصر ولا لا في رمضان ولكن ده كان الماتش الوحيد اللي اتلعب قبل الفطار تمام طيب خلينا نتكلم في الحاضر اتكلمنا في الماضي مباريات الاهلي ما حدش يقدر ينساها عندنا مواجهه مهمه بس الاهلي قبل ما اروح للحاضر الاهلي متفوق يا جماعه على الزمالك في رمضان يعني لو بنتكلم لعبنا مع بعض 16 مره الاهلي فاز الاهلي قدامنا اهو على الجدول على الشاشه يا كابتن اسامه الاهلي كسب 8 الزمالك كسب 3 اتعادلوا 5 مرات الاهلي احرز في الزمالك 25 هدف الزمالك احرز في الاهلي 17 هدف فتفوق كاسح للاهلي في مباريات القمه على الزمالك في رمضان يعني رمضان وش الخير على الاهلي اكيد رمضان كريم على الاهلي رمضان كريم على الاهلي رمضان كريم على الاهلي اتفضل يا كابتن اسامه استاذ كريم خلينا نتكلم عن المواجهه الجايه مواجهه مهمه جدا طب البعض اعتقد ان مواجهه الاهلي امام سيمبا مواجهه سهله لكن احنا بنقول لا مواجهه صعبه الاهلي عنده تحديات سيمبا بيمر بفتره فمواجهه الاهلي امام سيمبا مواجهه سهله لكن احنا بنقول لا مواجهه صعبه الاهلي عنده تحديات سيمبا بيمر بفتره فنيه جيده الفتره دي والكره التنزانيه لما تلاقي فريقين طبعا. سيمبا ويانج افريكانز الاثنين وصلوا دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا كمان عندهم مدرب متمرس في افريقيا فهتكون مواجهه صعبه كمان الاهلي 10 لاعبين في منتخب مصر بعد كده عنده مباراه مهمه التجانس وبعد كده ترتيب الفريق مره اخرى فدي كلها عوامل يعني بتصعب من المواجهه طبعا اكيد يا كابتن اسامه دوري ابطال افريقيا السنه دي احنا اتكلمنا ان هو بيشهد تغير في الخريطه حقيقه الناس لازم تعرف ان الخريطه في افريقيا بتتغير على مستوى الانديه والمنتخبات كمان في كاس الامم زي ما شفنا صحيح والدقيقه على كام حضرتك طبعا احنا بنشوف احنا اول مره نشوف فريقين من تنزانيا من اكبر 8 فرق في افريقيا الدوله الوحيده على فكره ونشوف كمان يا استاذ محمد ان رئيس يانج الدوله الوحيده اللي داخل فيها اثنين بيلعب فيها اثنين دور ثمانيه رئيس يانج افريكان لما كابتن اسلام الشاطر على الشاشه هي معانا في الحوار بنتكلم على ان هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه في الكاف يعني بنشوف النهارده كمان هم مش فنيا بس هم اداريا وتخطيطا بيتحركوا بسرعه كبيره جدا مظبوط النهارده حتى الملاعب في تنزانيا بنتفرج عليها محمد ملاعب متطوره في تطور طبعا كبير. مشكلتنا معاهم موضوع الساعه 3 العصر ده وان شاء الله طبعا خلاص اتحل الحمد لله يعني. خلاص تمام فطبعا اكيد مواجهه سيمبا لا مواجهه سيمبا ليها بقى حاجات كتيره جدا مين المدير الفني لسيمبا بنتكلم على بن شيخه مين بن شيخه الراجل اللي كان ماسك شباب الوزداد لما لعبناهم في كاس السوبر حد العاصمه حد العاصمه انا اسف حد العاصمه وطبعا بنتكلم على واحد خلي بالك الحاجات التاريخيه قاعد جنبك طبعا هيلحقني خلي بالك عشان قبل ما كريم يكمل كان في لقطه في الماتش ده في الدقيقه 4 يعني او 5 ماتش اتحاد العاصمه أيوة. أوكي. زي بالظبط ماتش الزمالك كوره بنالتي واضح أيوة. ما اتحسبش ركله جزاء صحيح كان ركله جزاء بالظبط كده بس عايزين نقول ان الراجل اتكرر تاني في ماتش الزمالك الراجل ده راجل ذكي جدا 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 في تصريحاته الراجل يعني لا وساعتها هو مدرب برضه مدرب يعني اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي وبدا برضه ايه استغل الاسلوب بتاع بيتس موسيماني بتاع زمان ده بس طبعا في الملعب بصراحه راجل شغله كويس قدر ساعتها النادي الاهلي بصراحه كان في ناس كلها متوقعه عنده خبرات الناس كبيره النادي الاهلي يكسب بفرق سكور كان في فرق برضه بصراحه فرقه فنيه هم قدروا يقفوا دفاعيا واعتقد في وجهه نظري هو هيعمل ده مع سيمبا وربما كمان يكون سيمبا كافراد يا محمد اعتقد احسن شو احسن اقل افضل من يانج لا مش يانج من اتحاد العاصمه لا اصل في نقطه غريبه شويه يمكن الناس افتكرت ان الوداد خرج فسيمبا متقدم السنه دي سيمبا في الدوري التنزاني
يانج هو المتقدم. أيوة. يانج هو المتصدر. بس أيوة. بس سيمبا كسكواد اقوى من لا مش بتكلم يانج، انا بتكلم ان جاب الشيخ السكواد اللي معاه في سيمبا اقوى من اللي كان معاه في اتحاد العاصمه. أيوة. بدايين سيمبا انا اشوف هو فين واتحاد العاصمه بعيد شويه. أيوة أيوة. فالاقصده ان طبعا احنا مباراه صعبه للغايه، خصوصا مباراه تنزانيا. وطبعا احنا برضو لعبنا سيمبا في الدوري الافريقي تعادل هناك 2-2 1-1 معناه الماتش 2-2 بصراحه. احنا الشوط الاول عملنا شوط جمعه عالي جدا، امتياز كان امتياز بصراحه. وكنت ادي بقى ودي نقطه مهمه، ما احنا كنا متقدمين هناك 2-1. ايوه يا استاذ محمد بقى النقطه بقى عايزين نتعلم في نقطه هنا، عايزين نتعلم منها في بعض المباريات لازم تخلصها في اول شوط عشان ترتاح صحيح. بعد كده صحيح. لما انت بتدي المنافس الاريحيه او بتسيب له الامل ان هو لسه عنده امل في الماتش بيبدا يتعبك، زي ماتش البنك الاهلي. زي ماتش البنك الاهلي ملعبك بيسهل المهمه على ملعبك، زي ماتش البنك الاهلي انت دايما انت يعني بدايه المباراه انت جايب هدف مبكر وضيعت كام فرصه، وحتى ايفن لما هم اتعادلوا انت راجع 2-1 اتعادلوا راجع 3-2 فعندك كذا فرصه انك تخلص الجيم. بوجهه نظري دايما لازم اللعيبه يا برضو عندها حته كده ان انا اخلص الجيم عشان ارتاح. بس طبعا على اللعبه على المستوى الافريقي بامانه مختلف عن الدوري المحلي. بدليل ايه؟ بكل امانه رغم الهزيمه بتاعت امبارح كلم اي اهلاوي يقول لك انا مش حاسس ان الدوري فيه مشكله، لان المستوى بتاع الانديه في المنافسه منافسه بعيده. كابتن خلينا نتكلم بصراحه، منافسه بعيده. احنا بنتكلم لسه الدوري طويل. انما افريقيا لا، افريقيا ما فيهاش تهريج، افريقيا ما فيهاش مساحه انك تغلط. ممكن يكون هزيمه امبارح يعني عشان كل واحد يعيد حساباته وقتها، وممكن تكون الهزيمه في وقتها طبعا علشان الفتره اللي جايه المهمه جدا جدا جدا. والنقطه انت قلتها دي نقطه برضو خطيره جدا، نقطه ايه؟ ان انت هتسلم 10 لعيبه للمنتخب. طبعا النهارده كلنا طبعا اتفاجئنا بالامانه، هو قرار حلو ان البطوله الوديه كانت هتتلعب في الامارات اتنقلت وهتتلعب في مصر، فبالتالي وفرت يوم، وفرت يوم وهتسهل كمان فكره التعب اللعيبه يا استاذ محمد برضو. صحيح صحيح. فان شاء الله باذن الله يكون برضو في تنسيق، بحيث برضو ان الاهلي حسب ما فهمت مباراه يوم 29 مارس يوم جمعه. اتمنى يتم التنسيق والمنتخب يتفاهم موقف الاهلي. الدوره الدوره بدل ما تتعب 22 26 ممكن تبقى 20 25. خلينا نتكلم في الصحه محمد، هو كده بدل الماتش 29 الصفر 26. احنا طرحنا حلين بالنسبه للموقف. الاهلي متعاون بشكل كبير جدا مع المنتخب ويتمنى التوفيق للمنتخب. وعندك 10 لاعبين، عندنا حلين. قلنا النهارده يتم تقديم النهائي بتاع البطوله يوم او يومين بحيث يتاح او يسمح للنادي الاهلي السفر بدري لتنزانيا. تمام. وده حل. الحل الثاني ان لاعبي النادي الاهلي يلعبوا المباراه الاولى بس ويتم السماح ليهم للنادي الاهلي علشان التجانس والناس تبدا يعني تشتغل تحت قياده كولر، وكابتن حسام عنده عناصر كتير ممكن يتم الاستعانه بيها، وكمان فرصه عشان يشوف وجوه جديده في منتخب مصر. والله هو بص بالنسبه للعدد اللي خده الكابتن حسام انا لا اتوقع ان حاله زي ده يمشي، انك تاخد 10 من فرقه واحده واخد من الزمالك حارس المرمى واخد من فعدد كبير. فطبعا بالتالي لما يجي يعمل تشكيلاته هيبقى من الصعوبه جدا ان يجي في الماتش الثاني الا لو بنتكلم على الحال الاول مع الماتشين بحيث ما يبقاش فيه جهاز تقديم، حتى تقديم المباراه خاصه ان البطوله تم نقلها من الامارات لمصر، فالامور بقت متاحه دلوقتي ان احنا ممكن نقدم النهائي ان شاء الله لو مصر وصلت للفاينل، او حتى لا قدر الله الثالث والرابع يتم تقديم. هو الثالث والرابع هيتلعبوا 25 قبلها بيوم. ده المواعيد اللي كانت في الامارات. هي تقصد تقول ان ممكن المواعيد كانت في الامارات. هو في سؤال، انت في مصر ايه المشكله نلعب 22 و25 او 21 و25؟ هو بيعمل كده على اساس ان هو يعمل ايه؟ ان هو عاوز يلعب، هيلعب الماتشين بعد الفطار وبالتالي مش هينفع يلعب الماتشين مع بعض في توقيت واحد، واحد 25 واحد 26 صح. فهنا انت في ازمه على فكره، دي المره للمره الثالثه يا كابتن. بس في الجوله الاولى الماتشين في نفس التوقيت يوم 22. احنا بنتكلم النهارده ان المباراه هي يا استاذ كريم تكون هي 25 يعني بتسمح لاعبي النادي الاهلي يوم 26 يوم اضافي يقدروا يسافروا ويقدروا يستعدوا بشكل جيد. هي دي النقطه بقى يا كابتن اسامه. صح. ايه صح؟ النادي الاهلي لازم يسافر تنزانيا 26 يعني صح. نبقى واضحين مع بعض. فاحنا بنقول ايه؟ انت عايز تخلص كل ارتباطاتك يوم 25. حتى ايفن لو اللعيبه هتلعب مباراه يوم 25 مفيش ازمه. في الاخر انت هتجهز شنطك وتجهز حاجتك وهتسافر 26. فمعاك 26 يعني الراجل يقدر يعمل تمرين 27 يعمل 28 ويلعب 29. فتبقى انت عملت تمرينتين هناك قبل المباراه الرسميه. بالظبط. واحنا عارفين طبعا في نقطه مهمه في القصه دي، في نقطه مهمه في القصه دي، دي المره الثالثه حضرتك ان يحصل دايما ان الكاف يلعب ماتشاتنا الافريقيه بعد الاجنده الدوليه مباشره. انت في الماتشات الرسميه مالكش خيار الميعاد اللي بيحدده الكاف، لكن في الماتشات الوديه اللي زي دي انا كاتحاد مصري وعندي نادي زي الاهلي في تعاون مستمر،
انا اراعي ده بعد كده، بحيث ان انا لما يكون عندي اجنده من 18 ل 26 اليوم الاخير ده مش لازم العب 26 حقيقة. يبقى انا بعد كده لما نسق احنا عندنا ماتشات وديه، خصوصا الاجنده الجايه في شهر 6 تمام، فالموضوع ده هيقابلنا السنه الجايه في افريقيا يبقى انا راعي دايما اليوم الاخير في الاجنده ده اسيبه. ليه؟ انا عندي النادي الاول اللي عندي اكبر عدد من اللاعبين متعاون معايا جدا جدا، وبالتالي لازم انا كمان اكون متعاون معاه لراحه الطرفين، راحه لعيبه الاهلي راحه المنتخب، وراحه لعيبه الاهلي في المنتخب راحه للنادي الاهلي، وكده العمليه تحل من الطرفين. انا بس عايز اكد على حاجه مهمه، النقاش ده على فكره مش نقاش عشان الاهلي فقط، في تونس لو تسمعوا الاذاعات هناك في تونس بيتكلموا في نفس الامر، ان الترجي برضه عنده لعيبه في منتخب تونس وعنده مباراه في اسيك. خدوا المفاجاه، سان داونز 8 لعيبه بيلعبوا في منتخب جنوب افريقيا في دوره في الجزائر، وعندهم مباراه يوم السبت بعد الدوره الوديه اللي هتتلعب في الجزائر بحوالي 72 ساعه. فبرضه في نقاش من رولاني مكوينا ان هوجو بروس يسيب على الاقل يعني 5 لعيبه يسافروا مع الفريق، وبعد كده لعيبه تلتحق ببعثه سان داونز في تنزانيا. فالامر على فكره في نقاش طويل يخص سان داونز والاهلي والترجي، مش الاهلي بس، علاقه الاهلي مع منتخب مصر علاقه جيده، وده شفناه في كاس العالم الانديه وشفناه في كاس الامم الافريقيه. والنهارده اتمنى اتحاد الكوره هو اللي يقدم الخطوه دي ويقدم الحلول، بما ان الدوره في مصر عشان المصلحه، نتكلم مصلحه أكيد للجميع والكره المصريه. متفائل لماتش الاهلي وسيمبا؟ اجابه سريعه. ان شاء الله متفائل. متفائل استاذ كريم؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. كمان بصراحه السيكونس يا محمد بتاع النادي الاهلي اللي حصل في القرعه لغايه الفاينل حلو قوي، ما شفتوش من زمان قبل كده من زمان نلعب النهائي من زمان. فقل خير يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه متفائل باذن الله؟ دايما الاهلي بيعودنا ان احنا دايما نتفائل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد مصطفى نورتنا وشرفتنا، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا. استاذ كريم سعيد نورتنا وشرفتنا، وكل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا محمد، ورمضان كريم لك والله. كابتن اسامه تشرفت بوجودي معاك النهارده في موسم جديد من برنامج الاهلي في رمضان، وكل سنه وحضرتك طيب. انا اللي تشرفت ان انا كنت موجود معاك النهارده، واتمنى تكون حلقه مميزه، واسيبك انت تختم مع مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اسمح بالتاكيد يعني النهارده حلقه كانت دسمه فيها تفاصيل كتيره، فقرات متنوعه، اخبار وكواليس حصريه، اتكلمنا في موضوع الفار، اتكلمنا في مباراه الاهلي وسيمبا، والخبر اللي اعلنه لحضراتكم بخصوص ميعاد المباراه يوم الجمعه الساعه 9 مساء، نقاش مهم جدا، فقرتين فيهم كلام كتير بخصوص اجواء رمضان في الاهلي والذكريات. وباذن الله ان شاء الله يعني الحلقات القادمه هيكون عندنا مفاجآت اكتر وعندنا كواليس واخبار جديده. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وكل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، شكرا والى اللقاء. وما قالوا زمان قالوا شهرين.